احنا بيسعدنا اننا نلتقي معكم في مثل هذا الوقت دائما، ومع ايضا الاخ المحبوب الاخ كريم الايراني، هو هيكون معنا في هذه الحلقات من كل قلبي وبالنيابة عن الفضائية الأرامية. أنا بشكر كل الأحباء اللي بينضموا لينا الآن، بيتابعونا من خلال شاشات التلفزيون أو بيتابعونا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي عفوا، وأيضا من خلال التيك توك. إحنا بنرحب بالكل، بنرحب بجميع التعليقات، وبنشكر كل شخص بيحط قلبه مع هذه الرسالة، رسالة الفضائية الأرامية. أولا وأخيرا يهمها أنها تتواصل مع كل محبيها، كل مشاهديها أينما كانوا، وفي أي موقع وفي أي مكان أو أي تطبيق على السوشيال ميديا. نشكركم. والحقيقة موضوعنا اليوم مثير للجدل. موضوعنا اليوم أيضا إحنا بنطلب من كل شخص بيتابعنا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على التيك توك أو على موقعنا على الفيسبوك ABNSAT، تكتب من فضلك رأيك، سواء كنت مؤيد أو معارض للكلام أو للحوار المطروح اليوم في هذه الحلقة. أنا بشكركم من كل قلبي، وبأكد لكم دايما أنه كل دعم من حضراتكم لهذه البرامج ولخدمة الفضائية الأرامية اللي هي ممتدة في جميع أنحاء العالم، دعمكم مهم جدا. بالتأكيد هناك طرق وسائل كثيرة للدعم، احنا في أمس الاحتياج هذه الأيام، وأنا بشكر كل شخص بيدخل بينضم معانا في هذا البث المباشر اليوم. بحيي كل متابعينا إنما كانوا في جميع أنحاء العالم، شكرا جزيلا لتواصلهم معانا بكافة الطرق. وأنا الحقيقة أيضا بكون سعيدة باستمرار أن يكون معانا أخونا الأخ كريم الإيراني. إحنا عارفين اللي ما يعرفش الأخ كريم الإيراني وهينضم إلينا بعد قليل. أخ كريم الإيراني نشكر رب من أجله مع في خدمته مع الآرامية منذ سنين، من 2016. الأخ كريم الإيراني أيضا بالتأكيد هو من خلفية إسلامية، إيراني الأصل والمولد، لكنه الرب فتح أمامه أبواب للعمل وللكرازة، وأيضا فتح أمامه أبواب أنه يترك الأماكن الخطرة والبلاد الخطرة ويعيش في أماكن أو بلدان أكثر حرية وأمانا، لأنه يقدر يجاهر ويكرس بإيمانه ومحبته لشخص الرب يسوع المسيح. حتى لا أطيل عليكم في هذه المقدمة أحبائنا المشاهدين، النهاردة موضوع حلقتنا المثير للجدل، والعنوان هو كالآتي: من هو المتهم في قتل أبرياء غزة؟ من هو المتهم؟ من المتهم في قتل أبرياء غزة؟ منذ أن بدأت هذه الحرب المؤلمة ما بين غزة وما بين إسرائيل، ما بين حماس، مش هقول غزة، ما بين حماس ما بين إسرائيل، منذ أن بدأت منذ 3 أسابيع يومنا هذا، لم تتوقف الحرب، بل انقسم العالم كله إلى رأيين: رأي مؤيد ورأي معارض، مؤيد لجانب ومعارض لجانب، والعكس بالتأكيد. هناك الكثير من التناقضات والتصريحات من الجميع، سواء من الأطراف المتنازعة، سواء من الدول المجاورة، سواء من العالم ودول العالم كله أيا كانت. المؤشرات كل يوم الحقيقة لا تبشر بأي شيء مطمئن أو أي شيء يبشر بأنه هناك أمل أو هناك بارقة ضوء أنه تنتهي هذه الحرب وهذه الصراعات. أنا الحقيقة بشكر الشخص اللي كتب، بيقول: أكيد راح تقولي الإسلام قبل ما أسمح تقريبا، خليني أرجع تاني، أكيد راح تقولي الإسلام قبل تنكر الظلم اللي
عايشين الفلسطينيين من 75 سنة. أنا بشكر اللي ابتدى يعطي رأيه، وقبل ما أستفيد من أي شيء أخويا اللي كتب ده بالتأكيد. من يعترضون على هذه الحرب؟ نحن هنا لسنا بصدد اتخاذ جانب، لكن بالتأكيد أخويا كريم الإيراني اللي معانا الآن. أهلا بيك أخويا الغالي، شكر رب من أجلك. سلام ونعمة لك أخت نوال، وإلى السادة المشاهدين وإلى الضيوف الكرام اللي ينضمون إلينا بعد قليل. الرب يبارك حياتكم جميعا. أشكرك وأشكر كل شخص الحقيقة بيعمل شير للبث الآن علشان تعم الفايدة على أكبر عدد ممكن. أنا عارفة أيضا متابعي أخويا كريم الإيراني، بس لو تتكرم أنك تدي أي إرشاد للي بيتابعنا على التيك توك الآن، تفضل. هذا بالتأكيد، وأهلا وسهلا بكل الحبايب اللي انضموا إلينا. رجاء حبايبي مشاركة البث مع الآخرين والتكبيس على الشاشة ودعم البث ودعوة الآخرين أيضا إلى انضمام إلى البث. أنتم تعرفون سياسة تيك توك، لازم يكون تكبيس ولازم يكون دعم لكي نستمر في هذا الموضوع. رجاء نريد مشاركات عالية لكي نبدأ في الموضوع ونأخذ أيضا أسئلتكم، وبعد قليل أيضا نفتح الاتصالات لكل حبايبنا المسلمين اللي معنا. احنا نقبل الرأي والرأي الآخر ونحاوركم بكل الأدلة اللي موجودة أمامنا، ونتكلم معكم بكل محبة وأدب واحترام، ونتمنى أيضا تبادلونا هذه الشعور. أنا أشكرك أخويا كريم من أجل هذه المقدمة. الحقيقة إحنا البث الحقيقة معانا الآن، وموضوعنا بالتأكيد هناك في تباين للآراء. بالتأكيد الأخ كريم الإيراني، حضرتك عندك أسبابك بالأدلة والبراهين عن من هو الجانب المتهم في هذه الحرب، وهل هو متهم بشكل مطلق أو بنسبة كبيرة أو بنسبة قليلة؟ عموما هي واسمح لي أخويا كريم أن أنا هعرضك في بعض ما تقول. أنا عارفة أن لك سعة صدر، وأنا بشكرك، ومثل ما تعودت في حواراتي معاك الحقيقة أنا بتعلم منك وأشكرك كتير أنه مرة تانية لأجل ساعة صدرك معي اليوم. طيب، عنواننا هكرره مرة تانية وهكرر لكل الأحباء اللي بيكتبوا الآن، أنت بكل بنرحب بحضرتك بكل تعليق سواء مؤيد أو معارض للأخ كريم أو حتى ما تقوله نوال. موضوعنا اليوم هكرره مرة تانية، من هو المتهم بقتل الأبرياء في غزة؟ ونركز على كلمة الأبرياء، قتل الأبرياء. تفضل أخوي كريم. للأسف الشديد هو الإرهاب هو المؤسس، يعني إجابتي بطريقة مباشرة وبسيطة، هو الإرهاب والتمويل الإرهابي هو مؤسس لقتل الأبرياء في غزة والأبرياء في إسرائيل أيضا. لا يمكن ناخذ الجانب ونترك الجانب الآخر، في الاثنين في أبرياء يسقطون، من إسرائيل سقطوا أبرياء كثير جدا، ومن فلسطين أيضا سقطوا أبرياء كثير جدا. في ليلة من الليالي وهي ليلة ظلماء أطلقت حماس ما يغارب عن 450 صاروخ تاموشي، يسمونه باللغة الإيرانية أو تاموشي، هذا هو الصاروخ اللي يصنع داخل إيران، أطلقته هذه الجماعة الإرهابية على إسرائيل، وإسرائيل نايمين في بيتهم آمنين، وأطفال ماتوا، نساء كبار السن وأنواع وأشكال، والشيوخ وغيره يعني. وهذه يعني طبعا ردة فعل إسرائيل، يعني إسرائيل صحت الصبح، أو طبعا وش يعني الجيش والجنود ما مش صاحين ونايمين، هم الجنود دائما جاهزين، لأن هذه دولة، مش إحنا ما بنتكلم على الشخص يعني. الجنود عندما حصل هذا الموضوع وسقطت هذه الصواريخ وشافوا الناس أشلاء، هذا مقطوع أيده وهذا مقطوع رجله، والمستشفيات تصور واللايفات موجودة وكله كله كله موجود بالصوت والصورة. طيب ما هي ردة الفعل؟ نضرب من؟ أين الدولة ضربتنا؟ لا توجد دولة، هي جماعة إرهابية متفرقة. فالمشكلة مشكلة إسرائيل ما عندها حرب مع دولة ثانية، هي عندها حرب مع جماعة إرهابيين هاربين في البيوت ودعمهم من إيران، وهم سنة وإيران شيعي، إيران يدعمهم بالصواريخ لأن حربهم مع إسرائيل. على فكرة يوم من الأيام إيران يحاربهم، وهذا ذكره للتاريخ، يوم من الأيام، لأن هم سنة وإيران يرفض السنة جملة، إيران يرفض السنة جملة وموضوعا،
وبرامجنا الإيرانية التلفزيونية يومية كل يوم عندنا برامج دينية بالتلفزيون الأرضي القناة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تتكلم على السنة بأقدر الألفاظ وعائشة وما بعرف إيش، وهم دول الجماعة لا سنة يعني. بس الآن لأن الحرب مع إسرائيل الدول الإسلامية تعتبرها حرب دينية، هي حرب دينية بين اليهود وبين المسلمين، هذا هم اسمهم مسلمين كانوا سنة ولا كانوا شيعة ولا كانوا أي شيء، لهذا السبب إيران تدعمهم. حسن نصر الله الآن طلب من إيران سفينة كاملة تبع صواريخ، لبنان ميت جوع بنزين ما عنده، سيارات الناس بلبنان صافة ما عندهم بنزين ما عندهم عيش يأكلون، الدولار أصبح في لبنان حلم، دولار الواحد أصبح حلم للناس اللبنانيين. إيران يصدر ما بيصدرهم خبز ما بيصدرهم أكل ما بيصدرهم حنطة من الأمور المواد الغذائية ما بيصدرهم، بيصدرهم صواريخ. حسن نصر الله اللي هو موجود قاعدة داخل لبنان، قاعدة شيعية داخل لبنان، دولة داخل دولة. أنا ما لي دعوة بلبنان، أنا حكومتي واحد، أنت داخل دولة شو حكومتي واحد. أنا ما بتطرق للسياسات بس أنا كويس بالسياسات وغير عنها كثير يعني. الموضوع لأن إيران الآن يدعم كل جماعة، على فكرة نفس الشيعة اللي بلبنان مختلفين مع الشيعة الإيرانيين، دول أصوليين ودول 12ين كمان في اختلافات كثيرة، واحد يكفر الثاني كمان، ولكن هم الآن حربهم مع دولة ثانية اللي اسمها إسرائيل من دين آخر. أنا وابن عمي على الغريب، هذا اللي موجود بالمفهوم الإسلامي. أنا لا أبرر إسرائيل من ضرب الأطفال، ونفس الإسرائيليين ما ببرؤونها، ونفس الإسرائيليين عملوا تظاهرات ورفضوا هذا الموضوع. بس إذا نظرنا للموضوع بطريقة إيجابية، أنا الآن جاني صاروخ وقتل أطفالي وقتل أولادي، أريد أرد علي، أرد على من؟ منين جاء الصاروخ؟ طلع من بيت مواطنين، البيت المواطنين بأطفال وبنساء لماذا تسمحون للإرهابيين يدخلون في بيتكم ويطلقون علينا الصواريخ؟ هم ما عندهم قاعدة، هم لا توجد قاعدة. إذا كانت حرب بين دولة ودولة إحنا ما بنتدخل، أمور سياسية ويتحاربون، هذه الدولة عندها قاعدة والدولة الثانية عندها قاعدة، هذه الدولة تضرب قاعدة فلان وهذه الدولة تضرب قاعدة فلان، والدولة تتحفظ جدا أن تبعد قاعدتها عن الشعب، خليها على الحدود علشان أي دولة تضربها يضربون قاعدة ما بيضربوا المواطنين. حماس هي هربانة بالبيوت مش موجودة في غزة. إسرائيل تقريبا قبل 6 سنين إسرائيل سحبت كل قواتها من غزة، وغزة طبعا للأسف الشديد هي أصبحت مزبلة، طلعوا كل قواتهم قالوا إسرائيل للفلسطينيين عيشوا براحتكم ما حد له دعوة بيكم. غزة ما بيها تسكن، جابت الإرهابيين من حماس ودخلتهم داخل ويضربون من البيوت. تخيل في برج اسمه برج فلسطين بيسمونه، هو مش برج ولا حاجة من 6 طبقات يعني، مبنى من 6 طبقات يعني عمارة 6 طبقات سمونا برج فلسطين، معلش هذا البرج فلسطين كل ناس مواطنين ساكنين شقق، ناس تسكن بالشقق، على فكرة طلعوا على الصور حتى فوق منتشرة ناس ملابسهم عاد طبيعي يعني أمور شقق، ناس تسكن بالشقق. في وسط هذا الشقق مكتب لحماس، مكتب لبث الإرهاب بالطابق الرابع، فوق ناس طبقين وفتحتها 3 طبقات ناس نعمل إيه بي؟ فطلعوا قالك لو احنا فلسطينيين احنا المسلمين واسرائيل تتحرش بينا، وهم يعطون كل الاوامر الارهابيه ومخابراتهم وتليفوناتهم والدعم كله هناك دعم الارهاب. طيب شو بنعمل به؟ فلسطين اعطت انذار يا جماعه طلعوا من بيوتكم، نموت وما نطلع من البيت، نموت وما نطلع يا اخي، الطياره راح تضرب هذا المبنى، هذا المبنى بيه ناس ارهابيين، نموت وما نطلع. تعمل اسرائيل مضطره لان ماكو دوله تحاربها علشان تعرف الهدف فين، ضربت المبنى والمبنى صار تراب، ماتت أطفال ونساء وفلان، لا أعذر إسرائيل بس ما فيش حال، لأن هم مش ساكتين دلوقتي، هم من البيوت، البيوت تسمح الآن، والفيديوهات مصورة موجودة كتير جدا حتى على تيك توك منتشرة، البيوت تسمح يطرقون الباب على 6 و6 افتح لهم الباب، ها قالوا والله رد نضرب الإسرائيليين عداء الله، تفضلوا تفضلوا حبايبي تفضلوا، ويدخلون عند 6 وماخذين صواريخهم معهم، في صواريخ يحملون على الظهر صاروخ باليد يضربون، حاطين صواريخهم من بيت 6 يضربون. طيب ما في رادار يمسك هذا الصاروخ منين جاء؟ بيردون عليك في نفس البيت يسقط عليكم، وعندك اطفال وعندك زوج وعندك عندك، ليه تسمحين؟ وجيرانك كمان راح يدمرون، ليه تسمحين؟ انتم تحاربون اسرائيل، اوكي انا معاكم غالبا وغالبا معاكم، بس معلش انا ما بقدر اسمح لكم تدخلون في بيتي، اعملوا لكم قاعده واضربوا اسرائيل علشان اسرائيل ايضا ترد عليكم في قاعدتكم، ويصير حرب برا من المدينه، واحنا بنتفرج وندعيكم بالنصر. فهم المواطنين هم السبب الان. شوف كلمات الرئيس اللي هو اسمه جولدر ماير اللي هو الرئيس الرابع لإسرائيل أو رئيس وزراء الرابع،
قال عندما يحل السلام، كلمة خطيرة جدا على كل أخ مسلم يسمعها، قال عندما يحل السلام سوف نتنازل ونسامح المسلمين لأنه قتلوا أولادنا. معلش راح نسامحهم قتل أولادنا، ولكن لا يمكن أن نغفر لهم لأنهم سمحوا لنا بقتل أولادهم. المسلمين سمحوا بقتل أولادهم، لا يمكن أن نغفر لهم لأنهم سمحوا لنا أن نقتل أولادهم مضطرين. يعني معلش، يعني هنا الخطيئة التي يعترف بها الإسرائيليون يسقطها الإسرائيليون مرة أخرى على حماس أو الفلسطينيين. معلش خلي أعيد الجملة. أنت اللي أجبرتني أرتكب الخطية دي، هل هذا منطق؟ معلش خلي أعيد الكلمة منك حبايب ما سمع. الرئيس هو اللي اسمه جولدر مائر، الرئيس الرابع الإسرائيلي، قال عندما يحل السلام سنسامح الفلسطينيين على قتل أولادنا، ولكن لا يمكن أن نغفر لهم لأنهم سمحوا لنا بقتل أولادهم. هم اللي سمحوا، الست اللي تفتح بيتها ويدخلون في بيتها ناس ملثمين طالعين بسعينهم بيدهم صواريخ، يضربون الصواريخ من بيتها ويطلعوا البيت تاني. طيب ما يجيك الصاروخ، ما في رادار، أمور بسيطة معروفة، في رادار، يعني الصاروخ منين جاء، شو المصدر، ما في قاعدة حربية موجودة، هي من البيوت. طيب نعمل ايه بالبيوت؟ نفس دواعش اللي كانوا موجودين في العراق في الموصل، نفس القصة، نفس اللي كانوا موجودين بالرقة، هم ما عندهم قاعدة، هم ناس ملثمين. وعلى فكرة أي موقف يحصل نزع النساء مدب السلاح وقال لك لا أنا مواطن، طيب ما تعرفش، ما بتعرف عن حاجة، لا لابس هدوم عسكرية ولا حاجة، هو اللي بهدوم مدنية وماسك بيد السلاح. طيب هذول الإرهابيين لا يمكن تسمحوا لهم، ما دام أنتم تردون سلام لا تسمحوا لهم، طردوهم من بيوتكم اللي موجودين في بيوتكم، لأن الرد راح يكون على بيوتكم. إسرائيل مش ممكن تسكت، إسرائيل دولة. هذه المشكلة منين جاءت أساسها؟ أساسها من التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي هكذا علم محمد، عنده في أحاديث كثيرة يقول لك عندما يبعث سرية إلى قوم، ما معنى السرية؟ الغزوة معروفة، شو السرية؟ السرية يبعث أفراد مدنيين يسكنون في وسط البلد اسمهم السرية، ممكن تقول عليهم جواسيس أو غير. عندما يبعث سرية إلى قوم يوصيهم وصايا الرسول، يوصيهم بالتقوى بخاصة أنفسهم، يعني خلي بالك من نفسك، خلي بالك من اللي معاك المسلم اللي راح يحارب معك، وإذا لغيت عدوك من الكافرين خيرهم بين ثلاث خيارات، جزية أو قتل أو استعن بالله وقاتلهم. هذه السريات اللي كان يبعثها محمد، منهم خالد بن الوليد. خالد بن الوليد شو عمل؟ هل خالد بن الوليد جاب سلاح ودخل إلى سوريا ودبابات وغصف؟ لا إطلاقا، لم يعمل هذا. خالد بن الوليد راح مهاجر إلى سوريا، والسوريين كناس سريان ومسيحيين ومن ثقافات وفينيغيين، من ثقافات كثيرة جدا، رحبوا، والرجل جايهم يعني من بلد تاني. عندما اجوا وغام في هذا البلد دخل معه مسلمين تانين وثالثين ورابعين، وصارت منطقة كلها إسلامية. الآن شو نحتل المنطقة اللي جنبنا والثالثة والرابعة وعمل حروب وهكذا. هذه مع المسيحيين حصلت. المسيحيين عندهم حب وأعدائكم، خلوا بالكم عزيز المسلم، المسيحيين عندهم حب وأعدائكم، باركوا لا عنيكم، لا تعامل بالمثل، هذه وصايا المسيح. المسيحي لا يمكن يكسرونه، بس هذه مش عند الإسرائيليين، الإسرائيليين مش موجودة عندهم. ممكن خذيتوا سوريا وخذيتوا العراق وخذيتوا مصر وخذيتوا غيرها، المسيحيين طيبين دخلتوا وعملتوا الأمور الإرهابية، بس أموركم الإرهابية اللي تكررونها الآن مرة تانية في إسرائيل لا يمكن تنجحون بها. إسرائيل دولة، إسرائيل ما لها دعوة بالدين، الآن هي دولة قائمة، وهذه الدولة لها حدود، تضربكم بصواريخ وتدمركم دمار، وأطفالكم أنتم السبب في قتل أطفالكم، أنتم السبب في قتل أطفالكم. أنتم كدولة يجب يكون عندكم قاعدة علشان الدولة الثانية تحارب قاعدتكم. هذه المشاكل هي من تاريخ الإسلامي، تراث الإسلامي. الإسلام هكذا يعلم. أنا لا أبر إسرائيل المرة الثالثة، لا أبر إسرائيل من قتل أبرياء. إحنا مسيحيين ضد القتل جملة وموضوعا، الله قال لا تقتل والقتل غير مسموح مهما كان السبب، ولكن هذه دولة، أنت بتحارب دولة، مش حروب سياسية، مش دولة مع دولة، مش قاعدة. الآن اللي قاعدة مع قاعدة، دولة مع دولة، هذا شيء معروف، بس الآن إسرائيل بتحارب دولة، تحارب مواطنين، هذول المواطنين بهم افراد ارهابيين كثيرين جدا. الان نفس الاسرائيليين افاقوا بعضهم، ليس كلهم، الان في تظاهرات داخل فلسطين، فلسطينيين الان افاقوا، بعض الناس يعملون تظاهرات الان، وفي فيديوهات منتشره اذا ضد حماس، اطلعوا من منطقتنا، ضدنا الويل منكم، اطلعوا من منطقتنا، ضوقتونا العلق، الكهرباء مقطوعه، المياه مقطوعه، النار تمطر عليهم للسماء، طلعوا من مدن، طلعوا بعيد وحاربوا،
بعض الناس أفاقوا، ونتمنى أن الإسرائيل الفلسطينيين أيضا الباغين يفيقون علشان يبعدون هذه الحماس، وحماس تحارب إسرائيل وإن شاء الله تهزم إسرائيل ما عندناش مشكلة، بس لا تدخلون داخل المواطنين عشان أطفالك يموتون. يعني أخويا كريم، يعني حضرتك بتقول هم صحيح، إحنا هنا مش بصدد برنامج سياسي، بس بناء على كلام حضرتك أنت بتقول إسرائيل الآن لا تحارب دولة. طب ما هي فلسطين كانت دولة، مش فلسطين كانت دولة في الأصل وتم القضاء عليها من 75 سنة أو من 70 سنة مضت، تم القضاء على هذه الدولة، كانت موجودة أيام ما كان هناك احتلال لأرض فلسطين من جيش الاحتلال الإنجليزي، والكل يعلم التاريخ، نحن لسنا بصدد تكرار هذا، لكن يعني احنا لا يعني لا نعلم هل الغاية تبرر الوسيلة، هل هناك يعني الحقيقة الحق في الدفاع عن النفس خلق خطية روحية بين الشعبين، وده بيقولوا كتير من الحاخامات اليهود الآن بيقروا ده، انه لازم يركزوا على فكرة انه هناك نصوص، ولو ان حضرتك لسه قايل دلوقتي ان اليهودية لم تصبح الآن دين، هي قومية، تمام، أنا فهمك صح أخوي الكريم، بالتأكيد هي قومية، ويقولون أنها يجب هؤلاء الحكامات يعني يصدرون قولا يقول يجب أن نحظر إيذاء الأبرياء، كلمة الأبرياء، وده موضوعنا اليوم. طيب اتفضل أخوي الكريم، أنا نفسي يعني الأخ اللي هو 1966 ياريت لو يطلب الميكروفون احنا نقدر يخليه يتكلم، وعمال يكتب تعليقات. طيب هو بيرفض كلامك اخويا كريم بشكل وموضوع، اتفضل، بيقول لك كنت فين لما المستوطنات الفلسطينية تم محاصرتها واستشهد باكثر من تاريخ واكثر من موقع. انا اتمنى انه اخونا 1966 يطلب المايك ويطلع يتكلم، تفضل أخوي كريم. إحنا ليش نرجع إلى 75 سنة من قبل ولا نرجع إلى 3000 سنة من قبل؟ 3000 سنة هذه الأرض كلها أرض اليهود، المسلمين لم يكن لهم أصل بالواقع. يعني أنا لا أنفي وجود المسلمين في إسرائيل، هم موجودين الآن، يعني غابنا أو لم نقبل هم موجودين، ولكن هل لهم حقية بالأرض؟ ليس لهم حقية. وإذا رجعنا لنص القرآن نفسه، ادخلوا هذه الأرض آمنين، القرآن يقول هذا الكلام، القرآن يقول يا بني إسرائيل، لم يقول يا أيها الفلسطين، يا بني إسرائيل، لم يذكر اسم فلسطين ولا مرة واحد إطلاقا. فلسطينية كانت موجودة بس محمد لم يذكرها ولا مرة واحد. ادخلوا يا بني إسرائيل إلى الأرض عاملين الله وعدكم بها، أرض الموعد، هذه هي أرضهم. هم سمحوا للمسلمين ليدخلون يعيشون معهم ويعيشون بجانبهم، المسلمين شوي 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 تكبروا، قال لك لا نريد دولة، احنا أرضنا، منين جبتوا أرضكم انتم؟ يعني كمسلم شو أصول المسلم؟ منين جاء المسلم؟ ما في إسرائيلي عامل بالإسلام وصار مسلم وتغيرت لغته عربية، هم كلهم مهاجرين، هم ناس جاءوا من دول تانية، في نفس في وسط الفلسطينيين في إيرانيين يتكلمون باللغة الفارسية وموجودين وعرف منهم ناس، في أردنيين، في سعوديين، في أنواع وأشكال، يمنيين، هم مهاجرين منا ومنا أجوا وتجمعوا بهاي الأرض وهم دينهم إسلامي، يريد الأرض، مش ممكن تأخذ الأرض، هاي الأرض لإسرائيل، هاي الأرض هي لبني إسرائيل. الناس اعترفت بكم دولة لأن عددكم كبير وموجودين هناك، سووا لكم دولة وسووا لكم عالم، بس مش معناتها أن تأخذ الأرض. الآن ما هو مطلب فلسطين؟ شو بيريدون فلسطينيين الآن؟ الطلب شو هو؟ جميع إسرائيليين يرحلون، كل الأرض لنا اللي هي بني إسرائيل كلها، مش ممكن دولة تعطيك أرضها علشان أنت تعيش بيها، هي تعيش بغزة، هم طلعوا من غزة وانسحبوا من غزة، لماذا تدخل الإرهابيين داخل بيوتكم في غزة؟ المستوطنات عندما حاصرتها إسرائيل شو السبب حاصروها؟ يبحثون عن أطفال؟ يبحثون عن نساء؟ يبحثون عن ماذا مثلا؟ يبحثون عن موارد؟ على اقتصاد؟ لا، يبحثون عن الإرهابيين، لأن الإرهابيين بين الليلة والأخرى يطلقون صواريخ من هذه المستوطنات، هم أفراد، هذه هي المشكلة المسلم اللي مش قادر يفهمها، هم أفراد هربانين بالبيوت، كل عائلة، كل 5-6 عوائل، كل منطقة بها 3-4، دول الثلاثة الأربعة هم حاملين سلاح وهم يحاربون، يضربون الإسرائيليين. طبعا إسرائيل بالتأكيد لازم ترد، لازم تطهر هاي المنطقة،
ولكن الناس مواطنين بيعيشون إسرائيل مش ضدهم، لا أعتقد إسرائيل تكون ضدهم، إسرائيل ما لها دعوة بيهم، مواطن بروح يشتغل ويأكل ويشرب باب اللي يشتغل اللي يشتغل ما لها دعوة بيه، بس لما تحمل سلاح وتحارب الجنود بالتأكيد الجنود يردون، تتكلم مع دولة مش لعبة يعني. نفس القصة اللي موجودة في سيناء ومصر نفسها، الآن اللي في سيناء موجودين الإرهابيين اللي في مصر موجودين، هم ما طلبوا بدولة نفسهم، تخيل بعد 15 سنة يقول إحنا نريد دولتنا، دولتنا دولة سيناء اللي موجودة هنا، والمصري ما له حق الجندي يدخل علينا، نفس القصة نفس هذا. الإسلام هو هكذا، ما محمد عندما بعث سرية هي هكذا بدأت الأمور الإسلامية، بس هذا كان بالغديب. الشعوب اللي استولى عليها الإسلام هم مسيحيين، الآن أنت مع إسرائيليين، لا يمكن تستولي على إسرائيليين، مش ممكن، لأن هاي دولة، هاي دولة وعندها سياسات وعندها برلمان وعندها قاعدة وعندها صواريخ وطيارات، مش ممكن تهزم هاي الدولة. فأنتم الآن أطفالكم الأبرياء يموتون، وللأسف الشديد أنتم السبب في قتل أطفالكم. أنا أستاذة فاطمة كيف حالك؟ الحمد لله، مساء الخير. مساء النور. كيف حالكم؟ أحنا بخير. تفضلي. شكرا اللي سمحتوا لي في هذا البث. أنا شوف الأستاذ دفعتي على إسرائيل بزاف يعني. يا ريت ترفعي الصوت شوية أختي العزيزة فاطمة، ارفعي الصوت شوية. شكرا يا أخت العزيزة، شكرا شكرا. أنا نطالب من الأستاذ دافع على إسرائيل بزاف، دافع عليها بزاف، وخلنا مش ضد إسرائيل. احنا دافع عليها بالسيف؟ ما فهمتك. دافعتي عليها. أنا ما دافع لا عن إسرائيل ولا عن فلسطين، يعني أنا بميل لفلسطين أكثر من إسرائيل. أنا بميل لفلسطين أكثر. ما هو كلامك يميل لإسرائيل بزاف يعني كثير، يعني ما نعرفش كيف نقول. اما يا اخي احنا متفقين معاك في الكلام اللي قلتي ضد حماس، اما اللي احنا نشوفه دابا الاطفال اللي يموتوا، ما هو هي هاي المشكله ما في تفرغ بالموضوع. ما دام الاسرائيليين سمحوا لحماس يدخلون من بيوتهم يطلقون الصواريخ، راح يكون رد عليهم في بيتهم، ولو راح يكون رد راح يموت الاطفال. ولكن احنا نتكلم على دولة متقدمة، دولة عندها تكنولوجيا، دولة يعني دولة عظمى، دولة عندها حقوق الإنسان، يعني دولة اوكي. والدولة المتقدمة واللي عندها حقوق الإنسان نضربها بصواريخ ولازم تسكت يعني؟ لا 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 لا، اسمعني خليني اتكلم، كمل كلامي يا اخي. يعني هي ما كيف حنقول لك ما تقدش تصطاد يعني الحماس وحدها ما تضربش المدنيين؟ مش ممكن. كيف مش ممكن؟ مش ممكن، هم بالبيوت، هم حماس مين؟ هو ابن واحد من اولاد فلسطين اسمه حماس، هو حماس هو هي فكره، هي مش لابسين ملابس جنود خاصه وعندهم قاعده، هم واحد من بيت الفلسطيني، واحد من اولادهم يتطوع يصير من حماس. هو بهذا البيت ياكل ويشرب مع امه واخواته واهله وبيده بندقيه بيحارب الاسرائيليين. شو تعمل اسرائيل؟ احنا هسه مش نقتلوا حماس، نقتلوا حتى شعب غزه يعني، نبدو نحيدوه احنا كاع اباديه يعني هذه، فهمتي؟ ما هم حماس داخل البيوت، شو بيعملوا لهم؟ انت ما هي المشكله هنا، المشكله هو خلط بالموضوع. يعني جنود من حماس او ناس من حماس حاملين سلاح وداخل بيوت الاسرائيل، داخل بيوت الفلسطينيين المساكين الغلابه، شو بيعمل تسمي اسرائيل؟ والله هذا مش ما يعطيهاش. تعرفين حق. تعرفين برج فلسطين ولا ما تعرفينه؟ برج فلسطين في مبنى بست طبقات داخل غزه. هذا بي مواطنين ساكنين عاديين مثلكم مثل حضرتكم مثل انا، ناس مواطنين في من داخل أمي مكتب الحماس. إسرائيل اكتشفت أنها في مكتب الحماس وهو يدير العمليات الإرهابية كلها. خبروا المواطنين طلعوا قالوا ما نطلع من بيوت، نموت وما نطلع، بيعملوا لهم إياه. فطلعوا وردنا نهدم البرج قالوا نموت وما نطلع، وعلي مخابرات وعلي مش عارف مين وديش وغصة يعني. يا أخي أنا نعرف لو البنادم يبي، إحنا كثرت عندنا حوادث مثلا في المغرب، لو ال
البوليس يعني يدخل على شيء متهم. المغرب مختلف جدا. المغرب ودول دول ثانيه لا يمكن تقارنهم بفلسطين واسرائيل، مختلفين جدا. انتم ما عندكم دولتين داخل دوله، انتم عندكم كلكم دوله مغربيه. في ناس مجرمين البوليس يجي يمسكهم ببساطه يعني. احنا انا عارف الان الشرطي اللي هو اسرائيلي ما بيستطيع يمشي يفطر بالشوارع بالليل داخل غزه، بيضربونه بالرصاص، ما يستطيع يفطر. ولكن احنا عندنا الان بدولتنا واي دوله ثانيه الشرطه تيجي تفتش البيوت بيت بيت، ممكن في ارهابي مسكونه واحد، بس هناك في عده ارهابيين ومسلحين وفوق الغرفه ما يعرفون مين هم. لازم في الطيارات، هاي المشكله. المشكله هي اهل غزه سمحوا للارهابيين يدخلون في من بيوتهم يهاجمون اسرائيل. واخا، ولكن الصحفي اللي مات مرته وولده، حتى هو سامح، حتى هو الصحفي تاع الجزيره، حتى هو لا، خصنا نشوفوا حل يا اخي. فهمتي كيما انا نكلمك عشان انت تكلمتي على هذا الموضوع، كيما فتحت المنصه خاصك تتكلم تشوف حل يعني الانسانيه يعني. الحل هو اهل غزه كلهم يطلعون الارهابيين من بيوتهم، روح اعمل لكم قاعده وحاربوا اسرائيل. وانا قلتها، واحنا معكم غلبا وغالبا ونصلي معكم وان شاء الله تهزمون اسرائيل، بس لا تحاربونها من بيوتنا. هم يحاربون من داخل البيوت. طياره ما بتعرف هذا بيت وهذا شخص، لما يجي صاروخ من هذا المكان الطياره ترد عليه بنفس المكان. هاي المشكله. صح والله اخي، ما اعرف. طلعوهم يا ريت، طلعوهم واحنا معاكم غلبا وغالبا، انتم جنودنا واحنا معاكم وان شاء الله تهزمون اسرائيل، بس طلعوا بعيد، ابعدوا عن المنطقه، لا تكونوا وسط المدارس والمستشفيات. مدارس ومستشفيات وناس مدنيين. قبل يومين في فيديو ايضا مصور، ممكن تشوفينه انت على الانترنت. قبل يومين امراه فلسطينيه طرقوا بابها ثلاثه مسلحين، قالوا انا من بيتك نريد نضرب القاعده الاسرائيليه. قالت لهم اهلا وسهلا، البيت بيتكم، اهزموا اعداء الله. من البيت بدأوا يضربون صواريخ، ما الطياره راح ترد عليهم نفس المكان، راح يجي صاروخ تحت في هذا البيت في رادار. والمستشفى حتى هي اللي فيها اطباء اللي سيؤدوا رساله، يعني هذوك يعني اطباء ومرضى، حتى هي فيها حماس. المستشفى اللي كانت ضربت اسرائيل يعني عام، هو لما يكون جماعة مسلحين هم أفراد إرهابيين داخل مستشفيات وداخل مدارس وداخل مستوطنات عادية، الطيارة ما بتعرف. طيارة لما يجي صاروخ ترد عليه، أي من أي مكان تجي طلقة بيردون عليها، علشان يقتلون الشخص اللي رمى علينا هاي الطلقة، كان ببيت، كان بغرفة، كان بمستشفى. هاي المشكلة. المشكلة هي فلسطينيين الآن لازم يطلعون الحماس من المنطقة كلها. اعمل لكم قاعده بعيده عن المنطقه على الحدود وحاربوا اسرائيل، واهلا وسهلا، ماكو مشكله. لا تحاربونا من داخل بيوتنا، لانه حاربتونا من داخل البيوت راح يضغط عليكم صاروخ. هذه المشكله. ولكن الاسلام لا يمكن، الاسلام هم ما بيمكن يعملون هيك، لان في وصايا اسلاميه. لو رجعت للتاريخ الاسلامي نفس الشيء، خالد بن الوليد عمل نفس الشيء مع فلسطين، مع سوريا. خالد بن الوليد عنده مستوطنه وجابها في سوريا ودخل مع السوريين، وبعدين صارت شوي شوي كبرنا وصرنا دولة وبدأ يدخل مسلمين، وقالهم لا لازم الدولة كلها تكون إسلامية، احنا الأغوى واحنا الأكثر، وهدم الكنائس وصارت دولة إسلامية وخذوا سوريا. ومصر نفس الشيء، عمر بن العاص وعمر الثاني اللي دخل العراق نفس الشيء. الآن انتم مشكلة مع إسرائيل، تفاكرين هاي الدول اللي كانت مسيحية احتلها الإسلام، معلش دول مسيحيين عندهم لا تغاوم الشر بالشر وما نطمق على خدك الأيمن ومتسامح على المسيحيين، بس الآن انتم مع إسرائيليين ما يعرفون هيك، العين بالعين والسن بالسن، هذه أمور توراتية، أمور دينية، ما يعرفون هيك، ما تضربونهم يضربونكم ويدمرونكم دمار. هاي المشكلة. المهم بكرة إسا المهم القوي يغلب الضعيف كل شيء، وانا ضد اسرائيل ضد حماس وضد ايران. انا بكسب بيهم. انا واخا بعيده من هذا، انا الحمد لله مغربيه، وعندنا اخواتنا يهود في الوطنيه ويبغوا المغرب ويحبوا اخوتنا في الوطنيه، ولكن انا هذا الشيء اللي دارت اسرائيل، لا اسرائيل انا ما نحبش لا اسرائيل ولا حماس ولا ايران، لانهم ناس يقتلوا في الاطفال. سامحني انا ضد هادو، كذبش عليك، واخا ما نعرفش باش تبرئ ليا، يعني لا اسرائيل ولا حماس ولا ايران، لانه هما دايرين اللي خلقين المشكله هذا، والاطفال والشباب يموتوا، يعني حرام. وشكرا اللي سمحتوا لي طلعت.
شكرا ليكي، اهلا وسهلا وربي يعاونكم. ايوه اهلا وسهلا بك، نورتينا، انت انسانه محترمه، اهلا وسهلا بك. طيب معنا اتصال اخر، معنا تقريبا اتصال وبس. هناك تعليق من اخونا البدري. طيب معنا اتصال، نشوف الحقيقه اكثر من اتصال. عفوا صديقنا من عندنا هذا عارف، بس الاولد اخوي الاولد كيف حالك؟ مرحبا مرحبا اخوي الكريم، اهلا وسهلا. شو تعليقك على اسرائيل وفلسطين وحماس؟ والله العظيم شوف هلا راح اقول لك، تعجبت باخوه يوسف، أخوة يوسف المسلمين، الأخوان المسلمين الموجودين في البثوث ينتفضون ويكون مثل النساء في البثوث خلف الشاشات ولا يساعدون أخوتهم. لماذا لم يفعلوا هذا عندما العراق، عندما دخل الاحتلال الأمريكي في العراق؟ لماذا لم يفعلوا هذا عندما في اليمن أو في السودان أو في الصومال؟ لماذا يفعلون هذه الأشياء فقط في فلسطين ويكون زي النساء؟ زي النساء والله، لو بيكم خير سدوا بثوثكم، سدوا بثوثكم مثل ما دخلتوا تهريب إلى أوروبا، ادخلوا تهريب إلى غزة وروحوا قاتلوا. أنتوا أكثر هسه إذا أعدكم، أنتوا أكثر من 200 شخص عند بث إسلامي تنتقدون الديانات الأخرى. سدوا بثوثكم يا جبناء، سدوا بثوثكم واذهبوا ضربة رجل واحد إلى غزة مثل ما دخلت تهريب إلى أوروبا، ادخلوا تهريب إلى غزة. وأنا غزة ما أدري تهريب، غزة ترحب بهم على فكرة، غزة ما أدري تهريب، غزة ترحب بهم، عندها قاعدات في إيران تأخذهم الغزة في لبنان. يعملون هم مو يتعلمون مجانا بدون باسبور، هم مو يريدون يساندون أخوتهم وقاعد منصاتهم. الله انتقم منهم ومن ساندهم، الله اقتل اليهود جميعا، الله 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 الله، الله. روحوا. مشكلة المسلمين أخوي العزيز، مسلمين يحاربون بعضهم بعض بالصواريخ ويحاربون إسرائيل بالدعاء، هذا يحاربونها بالصلاة بالدعاء، ندعي على إسرائيل. أنت تقول إيش خصت لو هاي صاروا 65 70 سنة يدعون عليهم إسرائيل تقدمت وهم شو بعدهم إيش حصلوا؟ أخي أكو مثل بالعراق يقول لك اقعد أعوج وحشي عدل، صح لو لا؟ أكيد صح. يا أخي يا أخي أرضهم أرضهم أسد تشلبت، ارضهم هاي ارضهم، عوفهم واطلع روح ولي. حسن اولي دينك هم هم انا 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 مش مع اسرائيل، بس الكلمه الحق لازم تطلع اسرائيل، لا تطرد الفلسطيني، ما تطردهم. كريم الايد اللي الايد اللي ما تقدر تعضها بوسها، اخي بوسها بوسها، الايد اللي ما تقدر تعضها بوسها، هذا عنده نووي، هذا عنده 16 عنده اباتشي. إسرائيل هي مش ضد الفلسطينيين، مش ضد غزة طلاب. حبيبي إسرائيل جميع قواتها من غزة. بس غزة ما بيعرفون يعيشون بسكوت، ما بيعرفون يعيشون بسكوت. كل الصواريخ. إيه حبيبي. يعني هو مين بدأ؟ أول مرة السؤال مين بدأ؟ الفلسطينيين بدأ. لك هي ضد إسرائيل ضد ولا واحد. مو عندنا هنا اليهود ترى شعب راقي، عندنا هنا بأوروبا نشوفهم يعني 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 منبوذين، بس عند العرب. يعني هنا يقيد لهم كل الاحترام، يبنون ويعمرون ويشتغلون ويطوق حقك على داير مليم وفوق بوسة، وما يقول لك انت شنو وانت شنو اصلك وانت شنو منه وانت شو تسوي وانت، ما يقولون. بس عندنا بالعرب يقعدون يفتحون البثوث، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم من ما ناصرهم، اللهم دمر نساءهم ونسو. ليش المخرج اكو واحد يروح اكو واحد يروح يلعب بالخليه ما زنابير؟ انت لعبت بالخليه مالنا زنابير، اكلها زنابير راح تعطيك، صح ولا لا؟ عموما الفكره وصلت غالبا. شكرا اخوي عزيز، اشكرك، شكرا مشاركتك معنا اخي العشار، كيف حالك؟ نعمه وسلام رب المجد يسوع المسيح يتبارك اسمه القدوس ليكم ولكل الاخوه. اخويا كريم حبيبي كيف عشار، يا رب تكونوا بخير قلبي، نشكر الرب. شلونكم انتو؟ ان شاء الله بخير. شو تعليقك على فلسطين اسرائيل حماس؟ والله بعد اخوك هذا العراقي اللي سبقني هم نفس الشيء قال اللي بقلبي، يعني مليون عراقي راحوا ما شفنا مظاهره من عندهم، مليون يمني راحوا ما شفنا مظاهره من عندهم، مليون سوري راحوا ما شفنا مظاهره من عندهم، 200 الف ليبي راحوا ماكو لا حس ولا نفس. ليش؟ لان المسلم عنده قاعده واحده، من هو القاتل؟
مسلم ترى هي اليهود. إذا القاتل مسلم مو مشكلة، خير وبركة، بس إذا القاتل غير مسلم لا تنقل بالدنيا، هاي المشكلة. إيران إيران قتلت، إيران قتلت كثير جدا من السنة داخل العراق. صح. يعني إيران صح. عندما سيطرت، أنا إيراني وأنا شوف أنا عم إيراني عم كنت عايش بالعراق. إيران عندما سيطرت على العراق ووضعوا الرئيس اللي هو المالكي بعد الرئيس الأمريكي، بعد صعود صدام وضعوا رئيس أمريكي موقت وبعدين جابوا المالكي. المالكي هو إيراني. إيران ما قدرت تدخل العراق بسهولة. السنة كان هناك متشددين جدا، وصدام سني ومعه حلف كامل اسمه جيش البعثي أو البعثيين، يعني البعثيين كانوا موجودين ومسيطرين. عدمت في ليلة واحدة 80 طيار اللي بالحرب قبل بالغديم من الناس كبار بالسن كانوا طيار بالسابق، يعني بالحرب القديمة اللي هم ضربوا إيران 80 طيار عدمت، مدارس كاملة دمرتها، مساجد كاملة دمرتها، قتلت شباب أنواع وأشكال علشان سيطرت على البصرة والنجف وسامراء والحلة ووضعت بها مدارس إيرانية وأمور إيرانية واحتلتها. الآن هي صارت كلها المناطق إيرانية، كربلاء والنجف. صح. صارت ثلاث سنة عارف مسلمين ولا حد تكلم ولا حد يعرف بها أصلاً. الأخبار ما تتكلم، الجزيرة العربية ما حد عارفين الموضوع وموجود على الإنترنت ما حد يتكلم به وحقائق موجودة. سؤال واحد أخويا كريم وبقيني شوية حتى أجيب لك المكبسين، فلا تنزلني راح أسوي كتم وصعد غيري. أوكي. سؤال واحد يعني أريد من المسلمين يقولوا لي أي دولة محترمة حتى لو كانت ضعيفة ما هو الرد الفعل المنطقي والطبيعي للي حدث بمواطنيها. أي دولة بالعالم، جمهورية الصومال الشقيقة، دخلوا ناس غربة قتلوا 2000 صومالي واختطفوا 200 صومالي، ما موقف الحكومة؟ ما هو الرد الطبيعي في هذه الحالة لو كانوا هؤلاء مصريين جزائريين إيرانيين مهما كانت؟ ما هو الرد الطبيعي لهذه الحكومة وهذه الدولة وهذا الجيش؟ ماذا يفعل؟ يحاربهم بالتأكيد، يعني ما بيها رد بدل. يعني لماذا هذا الشيء غير مقبول بالنسبة للإسرائيليين؟ ما هو مقبول، ما هو إسرائيل هي اللي صحت الصبح وجدت أطفالها ميتة، صواريخ جتهم من غزة. شو بنعمل يعني؟ شو الحال؟ أنا هم هذا سؤالي أخوي كريم. يعني هو مين ابتدأ؟ هي فتنة موجودة من زمان، ومن زمن محمد واليهود لازم نقاتلهم، وأهل الغردة والخنازير ويتخبون تحت شجرة، كلها موجود في التاريخ الإسلامي. أوكي. هم الآن هم عاشوا يعني بعد حروب طويلة وبعد مشاكل طويلة، الآن هاي الفترة هم آمنين. ليش بدأوا من الصبح؟ الصبح قاعد إسرائيل وجد أطفال ميتين، أكثر من 3000 شخص ماتوا إسرائيل. صواريخ فلسطينية، شو بنعمل لكم؟ ما عندكم قاعدة لكي نضربها، لا عندكم مخابرات لكي نضربها، هم أفراد بالبيوت، ما يدمرونكم خلاص يسوكم يعني. ما أعرف يعني ال يسمونها الرجولة، جايين يقتلوا النساء وأطفال، وماخذين أطفال ونساء عجائز ومختبئين بين النساء ويستقرون يمثلون بهم على اللايف، يمثلون بهم هاي البنت اللي نزعوا ملابسها والولد الطفل اللي نزعوا ملابسه، نزعوا ملابسها كلش بالشارع مرة واحدة ورابطين بهم، والبنت على فكرة طلعت مش فلسطينية، هي طلعت ألمانية جاية سايحة، يعني مسكين جاي سايحة لأنها أجنبية بسكوغ لك هي إسرائيلية، بل ماني إسرائيلية خلاص راحت ماتت مش عارف تسوي بيها. ومن الزلم الإسرائيلي، من الجيش الإسرائيلي يظهر ماكو بعد، ما عندهم زلم يعني، ما أعرف الجيش الإسرائيلي وين ما قصف يقول لك نساء وأطفال ماتوا، وين زلمكم أنتوا؟ ما عندكم رجال؟ شو بس نساء وأطفال فلسطينيين يسقطون؟ ماكو ولا رجل بيكم تختبئون وما أدري وين تروحون أنتوا؟ كل ما صار أي شيء يقول لك نساء وأطفال، يعني الزلم مالتكم وين ورحت أنتوا؟ هل تقصد أخويا حضرتك عفوا المقاطعة، هل تقصد أن حماس تستخدم الأبرياء كدروع بشرية في حربها؟ قطعا يا أختي العزيزة، طبعا يا أستاذتنا 100%، هذا شيء معروف عنهم. يقول لك لو 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 هجم عليك عصابة ومعك زوجتك أعطيهم زوجتك حتى تحمي نفسك، أنت مهم، لو جعت أقتل زوجتك وكلها، هذه هذا في الفقه الإسلامي شيء طبيعي. هؤلاء متاع، يعني شنطة طرابيزة، الأطفال والنساء متاع، المهم هو الرجل.
فهم يأتون ويقتلون ويروحون يختبئون بين النساء والأطفال ويضعون النساء والأطفال دروع بشرية، وبعد ذلك يقول والله اليهود قتلونا، كونوا رجال وقفوا أمام الرجال وقاتلوا كالرجال، لماذا ستقتل أطفالكم ونساءكم لو لم تستخدموهم كدروع بشرية؟ هذا حدث عندنا في العراق يا أستاذتنا أيام حرب الخليج الأولى. الجيش العراقي يأتي ببطاريات الصواريخ المضادة للطائرات يضعها في مدرسة ابتدائية بأوامر من الحكومة. يعني لو الطيار الأمريكي يا عمي عدو، لو ضرب هذه البطارية سيقول قتلوا أطفالنا، بس الأمر جاء من أن تضع بطارية مضادة للصواريخ ضد، طبعا الأمريكي راح يضربها. ونفس الشيء في غزة يحصل الآن، يذهبون يطلقون الصواريخ من بنايات سكنية مدنية، من المستشفيات، من طبعا أكو سلاح رصد واستكشاف يستكشف المنطقة بالضبط التي أطلق منها الصاروخ فيخصف. هذا شيء طبيعي جدا، وهم يعتمدون على هذا، يفعلون هذا الشيء عمدا، يعرفون أن الإسرائيلي سيضرب فيضعوها في روضة أو في حضانة، يقول لك اليهود قتلوا أطفالنا، قتلوا أطفالنا عشان التبرعات، كما لا تنسى التبرعات اللي موجودة في قطر لإسماعيل هنية بمليارات الدولارات. الآن صارت أضعاف مليارات الدولارات إلى قطر، لأن القاعدة اللي موجودة في قطر هو أولاده وزوجته، متزوج اثنين، وهو أولاده واثنين زوجاته غيرفل يعني مغصب. اي هو والفلسطينيين هذا عامون هو من يدعم بالفلوس يعني. لا هو قاعد بتركيا يقول لك اسحفوا، واولاد اثنين مخلصين شو اسمه هارفارد بامريكا ملايين، ويقول الاولاد الفقراء اسحفوا، والثاني بقطر يملك نصف الدوحه ويقول لهم اسحفوا، والثالث بعمان يملك نصف عمان واسحفوا، والرابع بدبي يملك نصف دبي واسحفوا. هم أولادهم كلهم خريجين هارفارد وأكسفورد وكامبريدج، ملايين وجناسي وقاعدين أحلى عيشة، بس أنتوا يا مساكين يا أهل غزة اللي ما عندكم خبز أنتوا اسحفوا. يبارككم القدوس أخويا كريم، أنا راح أجيب القول خليني في خمس دقائق. أنا شكرا يلا حبايبي، كبس من على الشاشة، رجعنا وصلنا 100,000 وصلنا 10,000 بس يعني الوقت كله. المشكلة الغادة هم جالسين في دول ثانية وأولادهم يدرسون في مدارس راقية، وهم يستخدمون الآن الإرهابيين بمعاشات بفلوس، وهاي الإرهابيين هم فاشلين جدا، هم يعني ناس تبع مخدرات وناس تبع سرقة وناس تبع سجون، وما بيعرفون حتى يستخدمون السلاح، ولكن هم كل الموجود هي أموال شهريا، هاقد ندفع لك وأحمل السلاح وحارب بدون تدريب بدون أي شيء، وهذا مختبئ بالبيوت ويحاربهم علشان دولة إسرائيل تضرب هذا البيت. لو ضربت هذا البيت طلع العويل غطفوا أطفالنا، ليه؟ شو السبب؟ يعني الصاروخ اللي سرق على هذا البيت شو السبب؟ هل إسرائيل سكتت ما أعطت سبب؟ لا، إسرائيل أعطت سبب، صاروخ رقم فلان طلع من فلان بيت، ردينا عليه بصاروخ رقم فلان، العين بالعين، هذه تعرف إسرائيل. فالمسلمين الآن هم الحماس للأسف الشديد تستخدم غزة دروع بشرية، دروع بشرية لكي تاخر عويل الناس، وهذا اللي ما يريد إسماعيل هنية. إسماعيل هنية هو يطلب هذا الموضوع، يطلب هذا. الآن فتوى صدرت من جامعة غزة، جامعة إسلامية، والفتوى على فكرة هذا مسجد يدرس أهل غزة، ما بيدرس الحماس يعني، هو مسجد يسمونه معتدل يدرس الناس الدين الإسلامي، بيقولوا إذا متت بإيد يهودي أنت مباشرة للجنة، ولكن إذا شيبت بس أنه متت ما فيش ضمان لدخولك الجنة. يعني شو معنى؟ معنى الآن تموت أحسن ما تنتظر بعد 30 سنة أو 40 سنة وتموت بحادث سيارة أو تكبر بالسن وتموت، ما راح تدخل الجنة. بس الآن بالتأكيد إذا متت بإيد يهودي أنت تدخل الجنة، لأن اليهود هم أعداء الله. هذه فتوى صدرت الآن هاي الأيام ومنتشرة أيضا على الإنترنت كثير. يعني أنت مش مشكلة إذا متت بإيد يهودي نستخدم أطفالك دروع بشرية، مش مشكلة. أنت بيتك ينغصف تروح كلكم تروحون للجنة. إحنا نأخذ الأرض وإحنا عندنا قصور بالأرض، وموجودين في قطر وفي تركيا وفي أمريكا وعايشين أحسن عيشة، إحنا الأرض الرجع، أنت لك مكان السماء، أنت روح للجنة. لكن يستخدموا الناس للأسف الشديد، الدين الإسلامي استحوذ على عقول الآخرين، يعني خدع كثير من الناس. الناس الإرهابيين ليه؟ شو السبب؟ أنت في دول كثيرة بتحارب يعني الإسلام، أنت ليش ما تطور على إيران؟ إيران نفسها، إيران قتلت من السنة بالآلاف وبالملايين كمان. اليمن يا أخي، اليمن والسعودية، اليمن الحوثيين والسعودية ضربوا صواريخ على مكة نفسها بيت الله، سقطت عليه صواريخ،
صح ولا غلط؟ صحيح موجودة سقطت صواريخ على بيت الله نفسه. ما جبنا تظاهرات ضد اليمنيين هم حوثيين، ولا أحد طلع لنا بعويل ولا صريخ. شو مشيعة السعودية نفسها ضربت اليمنيين، والأطفال اليمنيين مشردين وجوعانين، ما شفنا حد طلع من تبرعات ولا طلعنا حد يساندهم. يا الله معاهم، الله ينصرهم. بس هذا الكلام اللي نسمع. بس الآن اليهود واليهود واليهود، ما أنتم تضربون اليهود يردون عليكم. هذه النبرة هي نبرة دينية، الحرب حرب دينية وليست حرب سياسية. هي أمور الآن سياسية تحصل صح، بس أصول الحرب هي أصول دينية، والإسلام اللي وضعها أمور دينية. لأن محمد اللي قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ومساجد، آخر رسالة تركها البشرية. عندما مات محمد سأل عائشة يمه، قالت لي تموت عندك وصية؟ قال لا ما عندي وصية، بس أرجع عنك اليهود والنصارى، ودي المسلمين يقولون لعنة الله على اليهود والنصارى. محمد آخر وصية تركها لعنة هذا اللي اسمه لعونين، الرسول لعنه، والرسول ما قبله نبوة الرسول، وكذبه محمد. هو محمد خذ منهم ثلاث نسوان، سبايا جويرية وريحانة وصفية، وقتل بني غريضة وبني غينغاع وبني النظير والخيبر، وقتل يهود. الرسول بنفسه قتل، احنا احسن من الرسول لازم نقاتل اليهود. هذه فكرة حماس. المسلم الغلبان اللي في فلسطين اذا مشيت على هذه الفكرة، الفكرة الإسلامية المتشددة، يقتلون اولادك وزوجتك واهلك، يقتلونك بدون رحم لان تتكلم مع دولة، ولو قتلوك لا تجي وعولوا الصرخ، لان السبب هو سبب الإسلام. التخلي عن الإسلام أفضل شيء، وإذا ما تتخلى عن الإسلام تخلى عن الجماعات الإرهابية اللي موجودة في حماس. هذه آخر رسالة لكم، والرب يبارك حياتكم. أخويا كريم، تفتكر إنه الشعب البريء في غزة اللي تقتلوا أهله، يعني في عوائل بالكامل انتهت ماتت، واللي عايش شايف الأهوال دي كل يوم بيعيشها، تفتكر أنت لما هتقول له الإسلام هو السبب، لا هو هيبص هينظر إلى من قتلوا، من دمروا، من يجبروا على ترك أرضه. خليني أقول لك شيء في أحد التعليقات في البداية، مش عارفة مين اللي قالها، قال لك أنت ترضى تسيب أرضك، ترضى أنك أنت تهجر قسريا من دارك ومن أرضك، يعني بيبقى عار أو بيبقى نوع من الخيانة للأرض وللوطن اللي اتولد فيها الإنسان إنه يوافق. علشان كده ناس بتفضل إنها تموت في الأرض دي. طيب عايزاك أيضا أخويا كريم ترد على الجملة دي، بيقول لك هذه أرض الإسراء والمعراج. طيب أنا هرجع لك الميكروفون تاني، وبس نشجع الأحباء اللي بيتضموا لينا عايز ياخد الميكروفون بس يتحاور أو يكتب تعليقه على معانا الآن، أو لو هو بيشاهدنا بيتابعنا على الفيسبوك ABNSAT. أهلا بالجميع، تفضل أخويا كريم. لا يوجد إسرائيلي ولا يوجد مكتوب ولا يوجد منشور ولا توجد صحيفة ولا قناة إخبارية قالت يجب أن نطرد الفلسطينيين إطلاقا من زمان جدا، من 70 سنة حتى اليوم لا يوجد خطة نطرد الإسرائيل الفلسطينيين. فلسطينيين موجودين وساكنين، ولكن داخلهم ناس إرهابيين، منهم وبيهم أولادهم، مش كلهم بعضهم إرهابيين يضربون في إسرائيل. إسرائيل بترد عليهم صواريخهم، عندما يصير الصواريخ كالمطر عليهم يهربون من بيوتهم. أنتم هربتوا من أنفسكم، ما حل هربكم، وأنتم اللي سمحتوا للإرهابيين يدخلون بيوتكم يطلقوا النار على إسرائيل. إسرائيل بترد عليكم، ما حل يطردكم، ولا توجد اتفاقية طرد، واعترفوا بكم كدولة، حطوا لكم علم، يعني ما حد له دعوة بكم، وعدكم غادة موجودين، إسماعيل هني يقدروا يقتلونه بنص ساعة، وأبو مازن مش عارف شو اسمه يقدروا يقتلونه بنص ساعة أصلاً. اللي موجود شخص موجود كده كان بالسابق داخل فلسطين، يعني وفلسطين تحت سيطرة إسرائيل، ما قتلوكم. المسجد يقدرون يدمرونه من زمان جدا، هم أصغر ناس يضربون المسجد الأقصى ويدمرونه، مش 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 صعبة. يعني تتكلم مع دولة، ما بتتكلم مع شخص. إسرائيل ما بتعمل هيك، إسرائيل بترد على الأمور الإرهابية. أنا لا أبرر إسرائيل، بس الأمر واقعي، أمر حقيقي. لو ما تكلمت بالحقيقة يعني ماذا تقول؟ يعني فلسطينيين اللي هم من حماس دخلوا داخل غزة، وغزة ناس آمنين دخلوا داخل بيوتهم. يا ست تسمحين لي أدخل من بيتك أضرب عدو؟ والله ست قلها لو سألت تفتح على الباب، وعندما تفتح على الباب حامل صاروخ على متن، هاي الصواريخ البسيطة إحنا علمتونه، حامل الصاروخ على متن بطلج على إسرائيل، طاح على بيوت ودمرها. إسرائيل بتعمل إيه؟ إسرائيل في رصد للصاروخ، منين جاء؟ من بيت الفلاني، دمروا البيت. طبيعي، أمر طبيعي، ماذا نعمل لك؟ يعني إحنا ما نعرف مين هو الإرهابي اللي غصب. ليه تسمحون للإرهابيين يدخلون في بيوتكم؟ ما حطرتكم من منطقتكم؟
هي مش منطقتكم اصلا، بس ما حد ما حطرتكم اصلا منها يعني، اخذتوا الارضكم سكنت ماذا يريدون الان؟ اسرائيل اعطتكم غزه خلاص؟ لا، المسلمين يريد كل اسرائيل، كل ارض اسرائيل ياخذها جميع، ما في دوله اسرائيل، لازم تمحى عن الارض، بس احنا كمسلمين نبقى. يا اخي لو بغيت تصير زباله يعني بالنقطه الاولى. النقطه الثانيه انه مكان اسراء الرسول ادعاء، ادعاء لم يثبت صحته. يعني مش ممكن انا الان انام بالليل واحلم حلم يا زوجتي انا امبارح طرت من يم السعوديه، طرت للسماء السابعه والثامنه واعمل لي غصه عادي بسيطه يعني، اعمل لي غصه وهي غصه انا طرت، وهذا مسجد اللي جنب بيت الله هذا مسجد انا طرت من عنده. مش ممكن تاخذ هيك بهيك ادعاءات يعني. مين اللي شاف محمد طار؟ ولا واحد اطلاقا. نفس المسلمين كذبوا الرسول نفسه، وابو بكر كذبه فيما بعد صدق الكذبه سموه ابو بكر الصديق. محمد طار بالليل ما عنده شاهد، ما حد شافه، وراح لبني اسرائيل. وهل يوجد مسجد في زمن محمد في تلك الارض؟ لا يوجد. من اللي بنى المسجد الاقصى اللي يسمونه الاقصى؟ مين اللي بناه؟ غرب تاريخ. عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان وفد ولد بعد وفاه محمد ب 160 سنه، الوثيقه الاسلاميه تقول هذا بنى على مسجد يسمى مسجد الاقصى. والآية القرآنية اللي سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما بتتكلم على مسجد في فلسطين. أدنى وأقصى مسجدين هم موجودين بالسعودية، ومسجد ضرار الثالث كمان اللي حرقه محمد في سورة التوبة ما بتتكلم معه، لا طار محمد ولا مشى ولا، على فكرة ما في آية قرآنية تقول محمد طار أصلا. لا يقول أسرى بعبده، ومين عبده؟ مش عارفينه. حتى الآية ما بتقول محمد، ما بيشرح للآية. المفسرين اللي جاءوا أولهم الغرطبي اللي جاء بعد محمد 200 سنة قال إن رسولنا قبل 200 سنة راح، شفته أنت ما كنت موجود قبل محمد، ما كنت مولود أصلا، كنت معه؟ لا. محمد عنده شهود عيان؟ لا، ما في حد شاف محمد. ادعى أن هذا المسجد اللي وهذا المكان اللي محمد يعرف أرض اليهود هنا، راد يزرع فتنة في أرض اليهود، راد يحط له أثر. إذا كان صح الأحاديث هيك الأحاديث، إذا كانت الصحة محمد، إذا مش منافقينها المسلمين، وضع هذه الأسس إن هذا الليل صارت إسراء الرسول. ما تمشيكم بإسراء الرسول، كعبتكم الآن تدبرها اليمنيين، كعبة بيت الله، بيت الله أحسن الله إسراء الرسول. هم يردون المكان اللي ربط به الرسول حمارة. الرسول فين ربط الحمار؟ ربطها بالمسجد، فإحنا نرد المكان ربط به الحمار. يا أخي حمار لكم المسجد كمان لكم، تصلوا براحتكم ما حد خذها منكم. بس ما دام في جماعه ارهابيين يضربون الدوله الاسرائيليه بصواريخ، تتكلم مع دوله فيها مواطنين، فيها مستشفيات، فيها مدارس، فيها حكومه، فيها طائرات، فيها صواريخ، دوله كامله تتكلم على دوله. الدوله هاي تضربك مهما كنت فرد ولا كنت اثنين ولا كنت ثلاثه، لان ما عندكم قاعده. هاي المشكله، انتم يجب يكون عندكم قاعده، علشان قاعده يعني دوله عندها قاعده حربيه. هاي الدوله اللي هي فلسطين عندها قاعده حربيه تحارب اسرائيل، علشان اسرائيل تضرب الدوله القاعده نفسها، والمواطنين آمنين يسمعون بس أصوات مزينة بالعراق. ما احنا كنا بالعراق وإيران، ماتوا مواطنين بس قليل جدا، نسمع أصوات الحرب بس، صاروا نسمع. فين هذا اللي يضغط على القاعدة الحربية اللي بالحدود؟ مش علينا. ما حد يضرب مدنيين، قليل جدا بالخطأ ممكن، بس الآن كل الضرب المدنيين كل لحظة، لأن الإرهابيين موجودين داخل المدنيين. هاي المشكلة، مشكلة على المسلم يفكر يفهم منين جاءت إسرائيل. حماس ماذا تعمل؟ حماس تموت أولادكم، حماس تستخدم أولادكم دروع بشرية، تستخدم نساءكم دروع بشرية بشعارات دينية، نقتل عدو الله من بيتكم ومش عارف مين، والفتوى اللي طلعت لو متت بيد إسرائيلي أنت بالجنة، وصلاتك وصومك لا تدخلك للجنة، وموت الإسرائيلي رصاص الإسرائيلي يدخلك للجنة. طيب ليش زعلانين؟ روحوا الإسرائيلي موتني خلت أدخل الجنة، ليش زعلانين؟ أنتم فتواكم وعلماءكم هكذا يقولون، ما عندكم رد عليهم. ما سألت الشيخ اللي صدر الفتوى أولادك فين؟ بأمريكا وأوروبا وأستراليا بيدرسون عندهم ماجستير وأطباء، وأنت ابنك لازم يروح للجنة بالصواريخ، بنعفون عليكم. هاي المشكلة أمر ديني. محمد كره محمد لليهود هو اللي جعلها، اللي جعل الموضوع هكذا. العراق دمر، العراق دولة عربية راحت، الآن هي عربية حاليا، أنا ما أتكلم بالقبل بالسابق العرب غزوها أوكي، بس حاليا هي دولة عربية. إيران خذها الآن صارت دولة فارسية. سامراء ما أتكلم عن العربي، صاروا فورس. كربلاء، النجف، الكوفة صارت بها مدارس فارسية ومساجد فارسية وتعليم فارسي ومحلات فارسية. إيران خذها وقتل من السنة بالآلاف، عدامات وقتل بالشوارع.
اي سني يتكلم اي كلمه تقولها، منطقه شيعه بالغوصه ما حد يتكلم على ايران. وايران تدعم الارهاب الان في فلسطين وفي غزه وفي لبنان وحزب الله وجيش انصار الله ومن الحوثيين، وهي بتضرب مناطقهم السنيه ما حد يتكلم عنها ولا حد طلع تظاهرات عنها. انا واخوه انا وابن عمي على الغريب، هي هاي المشكله المسلم. اليهود غرباء، اليهود ضد الرسول. المشكله لانها مع اليهود هي صارت مشكله، لو مع دولة تانية لا عاد ما عندنا أي مشكلة. والأخ اللي قبلي أيضا تكلم على العراق، عندما احتلت أمريكا يسموه احتلالهم أوكي، ولا حد تكلم ولا حد طلع تظاهرات على أمريكا، وعادي معيشين بأمريكا وعادي جدا وطبيعي. الآن المشكلة لأنها مع اليهود، والرسول لعن اليهود، هؤلاء أهل الله أحفاد الغردة والخنازير، وهؤلاء ما بعرف إيش، وإذا متت بإيد يهودي أنت بالجنة فتوى مسلم يقول لك موت بإيد يهودي. طيب ما اولادكم اولاد اسماعيل هني ليش ما يموتون بيد يهودي؟ لابسين غيط وغطان وفكل وبدله زي الفل وطالعين كل واحد بيده غلم وموبايلات، طالعين هاي بالصور بقطر، صورهم موجوده منتشره على الانترنت، شوف شوفوا كتبوا اسماعيل هني واولاده على الانترنت وشوفوا بالقصور اللي عايش بيها. واولادكم هربانين بالشوارع خايفين من الصواريخ. هو بس يدعمكم بالكلام، عليهم عليهم ضربوهم، ما انت تعلمت اولادك تهربان ليه؟ هو يستخدم أولادكم دروع بشرية يقتلون علشان ياخذ بهم تبرعات. أولاد فلسطين ماتوا والنساء ماتت الأطفال يتامى، تبرعوا للحكومة للجهاد الإسلامي، وإيران منك يدعمون من التبرعوا التبرعات بمليارات الدولارات اللي يتبرعون ملوك، مش ناس عادية تتبرع بعشر دولارات مئة دولار، لا 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 تبرع كلهم ملوك، مليون دولار ومليونين دولار برة واحدة، كل شك 200 مليون دولار ومليونين دولار من قطر والسعودية والبحرين، ناس تتبرع. تتبرع ليش؟ عشان بالأول والأخير حنريد دولة إسرائيل بالكامل. إسرائيل إذا كثرت جرائمها على المدنيين راح نأخذ الدولة بالكامل، قتلت كثير مدنيين وهاي الأرض أرضنا ولازم نبيد الإسرائيليين. فهذه الحرب، الحرب عندما سألوا رسول الإسلام عليه متى تنتهي الحرب مع اليهود، محمد أعطى موعد. ما هو الموعد؟ قال حتى ينزل المسيح حكما ومقسطا، الحرب لا تنتهي حتى تضع الحرب أوزارها، الآية القرآنية حتى اللي هي في سورة محمد الآية 4، حتى تضع الحرب أوزارها. متى تضع الحرب أوزارها؟ قال حتى يأتي المسيح حكما ومقسطا ويقيم العدل بالأرض. بعد المسيح بحد المسيح، المسيح حد الآن ما أجي، ممكن بعد 1000 سنة كمان ما يجي. فأنتم حالة مستمرة من 1400 سنة حد أغل، حد الآن أنتم مستمرين بالحرب وهم راح تستمرون كمان. قبل 1400 ما كانت فلسطين طبعا كان مسلم يقتل مسلم، في سوريا مسلمين قتلوا يهود ونصارى وقتلوا بعضهم البعض، وفي العراق وفي ايران وقتلوا، وبعدين حروب سنية بيناتهم، بعدين حروب سنة وشيعة حتى تضع الحرب اوزارها. الاسلام هو دين حربي، دين قتل وقتال، ما دامك مسلم تتحمل، تتخلى من هذه الشريعة الاسلامية. اذا تيجي تعيش انسان كريم مثل العالم اللي بتشوفه الان يتكلم عليكم الاخبار وتشوف من العالم، عيش من العالم، تخلى من هذه العقيدة، عقيدة جهادية. محمد قالها بالحرف والحديث موجود في 6 أسانيد، الجنة تحت ضرب السيوف، ماكو جنة بصوم وصلاة، لا يمكن تدخل جنة، الجنة تحت ضرب السيوف، تحت النيران، اقتل واقتل، قطعة ايدك رجلك، فجر نفسك. آية قرآنية تقول لك لو ما تفجر نفسك بالحرب لا تدخل الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بيع وشراء، الله اشترى نفسك ومالك. مالك أم تتبرع للمجاهدين أم تروح تفجر نفسك، اشترى نفسك يعطيك الجنة. ليش؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني أنت كيف تموت وتموت الآخرين؟ مش موت، أنت ميت كيف تموت الآخرين؟ أفسروا العلماء قالك والحزام الناسف بالعصر الحديث على قولتنا، حزام الناسف، أنت تفجر نفسك تموت، بعد ما تموت أنت 4-5 يموتون معك، هذه لك الجنة مضمونة. لهذا السبب خذوا عقولكم، ما في دينك، ما في إله يأمر بهذه الطريقة، ما في إله يقول لك اقتل نفسك ولا يعطيك الحياة إذا يريد، إذا يأخذ حياتك بالأساس. شو تبيع على الله؟ الله بيشتري حياتك ليه؟ وأنت مين؟ شو هي حياتك والله يشتريها؟ اشترى حياتك علشان يعطيك الجنة. هذه الأمور الدينية اللي وضعوها الآن بالفقه الإسلامي، وهي آيات قرآنية على فكرة، محمد مش كلام فقهاء، محمد وضعها في الفقه الإسلامي، هي حرب. إحنا السياسيين إحنا نحارب، نقتل العالم ناخذ، خذينا سوريا برد وسلامة كانت، خذينا العراق برد وسلامة، خذينا إيران برد وسلامة، خذينا مصر برد وسلامة، الآن اليهودية مش ممكن تأخذها ولا تقتلها،
اليهود ما عاد مش مثل المسيحيين، ما في العين والعين بالسن والسن كررتك مرتين ثلاثة. اليهود عندهم بالمثل يعاملونا، مش مثل المسيحيين. المسيحيين طيبين وخلكم دخلتوا وانغلبتوا عليهم، خونا انتم يعني، مش مشكلة عاد. بس الآن انتم مع إسرائيل تسحقكم سحر يعني، مش لعبة يا حنس. للأسف عزيزين على الوضع، بس للأسف لازم عمق المشكلة المسلم يعرفها، هي مثل موجودة الآن. عمق المشكلة منين جاء؟ شو عمق المشكلة؟ يا أخي إسرائيل إذا أعطتكم غزة الآن، غزة لكم أنا ما أدخلها، وحطوا قاعدة ودولة يسكت يسكتون ما بيسكتوا. من نفس غزة يضربون صواريخ عليها، من نفس غزة بالليل الناس الإرهابيين يضربون صواريخ، بيردون عليكم نفس القصة. حبايبي شاركوا معنا رجاء وكبسوا على الشاشة أيضا. الحبايب اللي يسألون كبسوا على صورة الأخت نوال، هي صاحبة البث، تكبسون على صورتها علشان البث يصعد، وشاركونا البث مع الآخرين أيضا، ودعم البث رجاء عشان يطلع إلى الآخرين. محتاجين 100,000 حد الآن، 14 وصلنا، 100 محتاجين حبايب. شغلونا التكبيسات، اللي عنده جهاز يشغله، اللي ما عنده جهاز يكبس بيده معنا. أخوي كريم، هناك بالتأكيد يعني أنا فهمت من كلام حضرتك أن هناك ازدواجية في المعايير العربية بناء على هذا الفكر الإسلامي. طيب ما هناك أيضا يعني خطأ، بس عايزك تتعلق على البدري، أخونا البدري، أنا مش عارفة هو موجود معانا ولا ساب البث، كاتب بني إسرائيل قبيلة عربية في الجزيرة العربية. لأي مدى يفهم المسلم العربي تاريخ منطقته؟ بيقول لك بني إسرائيل قبيلة عربية في الجزيرة العربية، أعتقد يتكلم على بني غريضة محمد أبادهم، كانوا قبيلة عربية بالجزيرة العربية، وأبادهم محمد هذا نسوانهم سبايا حرب وتزوجهم صفية وريحانة وجويرية، دول أبادهم الرسول ما ظلوا، مش موجودين الآن، كانوا هم موجودين قبيلة عربية مهاجرين، كانوا بالعراق مهاجرين، وكانوا في الجزيرة العربية مهاجرين، وفي مصر مهاجرين، وفي إيران مهاجرين، لأن اليهود تعرضوا للسبي عدة مرات وهاجروا إلى بعض الدول المجاورة، تم إبادتهم. حتى بالمغرب الأخت المغربية صارت معنا قالت لعدنا يهود، هل هم اليهود ادعوا أن المغرب إنه؟ لا، لم يدعوا، هم عايشين كمواطنين مع الجزائريين والمغاربة، بس ما بدعوا ولا مرة مرات أن هاي أرضنا. على فكرة هم عايشين من آلاف السنين، عشرات الآلاف كمان، عشان من زمان جدا عايشين، عايشين في المغرب وفي تونس وفي إيران وفي مصر، عندكم يهود مصريين وعندكم بالعراق يهود عراقيين. كان اي ما دعوا ولا مرة، كان اوكي، بس ما دعوا من قبل ولا مرة ان هاي ارضنا المصر، هم غلط، احنا هنا مواطنين عندكم عايشين معكم، يمتى ما تردون نرجع لدولتنا اللي هي دولتنا الاساسية اسرائيل. كتب تتكلمنا اسرائيل هي ارض بني اسرائيل، القرآن نفسه يتكلم ان اسرائيل بني اسرائيل، الوحيدين المسلمين اللي طلبوا لجوء ولاجئين في بني اسرائيل وصاروا كثيرين، قالك ما دام كثيرين احنا حقية الارض، منين جبتوا الارض كلكم؟ يعني انتم كعرب اصولكم منين جئتوا؟ اكشف الدين عن نفسك، منين جيت؟ تسأل أبوك وجدك وجد جدك منين جيت؟ ما أنت مهاجر، لو سوري لو عراقي لو إيراني لو مغربي لو تونسي، وجيت مهاجر لهذه الأرض، الأرض الإسلام وأرضنا الإسلام، والرسول سافر منا، الرسول ما سافر أخي، وحتى لو سافر شو ليش يعطيكم الأرض مثلا؟ يا أخي طار لسه ما خلنا جدلا، طبعا مش حقيقة ولا يوجد أي نص حقيقي كله ولا شاهد عيان، جدلا إجا وطار من أرضنا للسماء، ليه تأخذون الأرض؟ طار يعني أنا رحت للدولة الفلانية وطرت من مطارها وصارت أرضي، ما أنا بطير من مطار لمطار الدولة الدولة. أيوم الرسول ما عنده يعني المركبة الطيارة للرسول حمار، هي معلش ما عنده طيارة، طار بعض الحمار، ليه تأخذ الأرض؟ ما أنت تسافر الدولة وطير من الدولة الدولة تانية عادي، يعني تنزل بالمطار ضيف وطير، صارت دولتك؟ كيف تفكرون يعني؟ الرسول طار من هالمكان، طار من هالمكان ولا ما طار؟ طار ما طار؟ القصص الإسلامية ما خذ خيرها. يعني لو نبي من الأنبياء ادعى أن أنا طرت من أرضكم، الآن في نبي اسمه مرزا غلام أحمد، جاء بعد الإسلام بألف سنة، عمره 400، لو يوم من الأيام أني أنا طرت من العراق والعراق إيدي، تقبلون؟ ما فيش كلام، طرت ما طرت، انت عاد انت نبي تدعي نفسك وخلاص. الرسول طار منها، يعني الرسول اذا مشتري الارض وما اخذ ورقه بالارض اني هاي الارض انا اشتريتها من بني اسرائيل وحقيه الارض الي وهذا سند الارض، اوكي ماشي الحال، لا اشتراها ولا تعامل مع اسرائيل ولا يعرف لغتهم ولا سافر لبلدهم ولا طار منهم ولا اي شيء، كل احلام باحلام بالليل
توهم احلام. الامراه اللي نايم عندها محمد اللي غلط طلعت من المسجد قالت لا تتكلم من الناس لا حد يصدقك اسمها ام هاني. يا رسول الله لا تكلم الناس. قال له ابو بكر صاحبك انه محمد صاحبك يكلم الناس بالمسجد انه سافر للسماء. قال لهم لا تقولون على الرسول هكذا لان هذا الدعاء كبير لم يدعي محمد. وحد اخر كلام يقول يدعي محمد. بعدين قال له ابو بكر هل تصدق اني انا طرت للسماء؟ قال له كيف كان؟ قال له فلان وفلان محمد شرح لك. قال له صدقت يا رسول الله. قال له انك الصديق يعني صدق الكذب شاهد ما شافش حاجه انك الصديق. ابو بكر ليش سميته الصديق انت؟ شو السبب؟ صدق الكذب بس لا صديق ولا حاجه يعني. ما عندي ابن اسمه صديق علشان ابو بكر الصديق سميته ولا هو شخص صادق. ما قال الرسول انا ما شفتك مش ممكن اصدق شيء ما شفته يعني شاهد ما شاف في حاجه يعني. هنا الامور تاخذون ناخذ اسرائيل وناخذ دوله اسرائيل ما في ناخذ. اخذتوا فلسطين اوكي هل هم مسيحيين كانوا في سريان؟ اخذتوا العراق اوكي هل هم مسيحيين في سريان نفس الشيء؟ اخذتوا ايران دوله فارسيه كانت لي أصول مسيحية أيضا. أخذت مصر الأقباط دولي مسيحيين دولي ناس طيبين ما عندهم أمور أخرى ما تفهمون أنتم. أنتم الآن مشكلتكم مع بني إسرائيل العين بالعين والسن بالسن. فسكتوا وحطوا قعدوا ببيوتكم آمنين وطردوا الإرهابيين من بيتكم إذا تتعيشون إذا تتعيشون آمنين بس هذه 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 هذا الحل. والله تدعم الإرهابيين وناخذ فلسطين وكما أخذنا سوريا وكما أخذنا العراق لا تختلف جدا جدا جدا. أهل سوريا وأهل العراق وأهل إيران ومصر دول مختلفين جدا عن إسرائيل. هذه دولة سياسية لها قاعدة معترف بها ودولة قانون على فكرة دولة قانون وقوية جدا تضربكم وتدمر دمركم تمام. مش 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 مع القتل احنا ضد القتل بس هذا اللي يحصل نعمل لكم اياه الحل بيديكم. طيب الأخ برضو اللي كاتب اللي هو 1966 فلسطيني هو يبدو أنه ما زال يعيش في فلسطين بيقول أتحداك إن طلع حد يدافع عنا. طيب خليني أقرأ لك بعض السطور من جماعة حقوق الإنسان الإسرائيلية وهي تدين الاستهداف وإلحاق الضرر غير المتكافئ لغير المقاتلين الإسرائيليين أو الفلسطينيين. بيقول أحدهم يعني متكلم بالنيابة عن أنا مؤمن أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ولكن يجب احترام الخطوط الحمراء. وعلى وعلى ذلك يبدو أنه الكاتب كاتب هذه المقالة أحد الحاخامات الإسرائيليين بيقول يجب أن أقول هذا بصوت عالي وبوضوح موقف بلادي تجاه قتل المدنيين الفلسطينيين مقلق للغاية. بيبادر أيضا وكاتب بيكمل كاتب هذا المقال البعض منا الذي يحاول أن يتخذ موقفا معتدلا بين قوسين عاقلا غالبا ما يسموننا الخونة. نفس الفكر اللي هو مضاد لحماس نفس الشيء إذا هذا الجانب دافع عن ده أو العكس يعتبر خائن. لماذا هجمني الذين ينتقدون تكتيكات حماس والذين يقولون أنني أطلق النار في ظهور الجنود الإسرائيليين؟ بيقول يريد معظم الإسرائيليون في المقام الأول تجنب قتلهم. محدش من الإسرائيليين عايز يتقتل محدش عايز يموت. الإنسان إنسان يكره الحرب ويكره القتل. طيب معانا ضيف دلوقتي مش عايزة أريد أسترسل تفضل قدم ضيفك أخويا كريم. فين ما في حاجة. طيب إذا حب إذا أراد شخص إنه هو ياخد الميكروفون ياريت بس يعرفنا. فبيقول بيكمل بيستكمل كاتب المقال لماذا تتسبب إسرائيل في الكثير من الوفيات والإصابات والتشرد في صفوف المدنيين في غزة. حبيت بس أقرأ السطور دي للأخ اللي هو بيقول أنا فلسطيني وعايش في فلسطين ربما بيطلع على هذه الأمور أو لا يطلع عليها. هو المشكلة أختي نوال هي مشكلة انتماء. ما دامك تنتمي لا يمكن تحل المشكلة. أنت لا تنتمي أنا وأنت تعال نوقف على حياد أنا وأنت لا مع فلسطين ولا مع إسرائيل الاثنين ما ندعو بهم
حل الموضوع عن بعيد. إسرائيل دولة لها قاعدة، عندها طيارات، عندها صواريخ، دولة دولة، عندها رئيس دولة معروف، رئيس وزراء هاي معروف. فلسطين مالها، ما عندها، ما عندها هيك شيء، لا عندها قاعدة، لا عندها قاعدة طيارات، لا عندها جنود. أخويا كريم، هل ده باختيارهم ولا هم يعني هل باختيارهم؟ اختيارهم بالتأكيد، اختيارهم بالتأكيد. فلسطين، إسرائيل طلعت من غزة قبل سنين طويلة وقالت انتم عيشوا براحتكم، محلاتكم عربية وسينماتكم عربية وكل عربي، ما حد دخل بيكم ولا حد له دعوة بيكم. أسسوا أمور كثيرة جدا، أسسوا مدارس إرهابية كره اليهود، واليهود عارفين هذا وما تكلموا. كمان الفلسطينيين هم عندهم جماعة، هاي جماعة يسمونها هي قاعدتهم، هي جماعة إرهابية ما عندها مكان. أين مكان حماس؟ أعطوني عنوان أين مكان حماس؟ مين يعرف مواضع حماس وين هي؟ ما حد يعرفها، في 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 وسط بيوت الناس. كل منطقة بها 6-7 من حماس، 8-9-10 دول عندهم اتصالات مع قادة حماس ويأخذون الدعم والسلاح يوصلهم، وتوصلهم غنابل وصواريخ ويضربون الناس. منين يضربون؟ يضربون إسرائيل من وسط المدينة. طيب شو الحل؟ إسرائيل ماذا تعمل؟ بالتأكيد لازم ترد على الصاروخ اللي طلع. منين طلع هذا الصاروخ؟ من فلان بيت، هذا البيت يدمر. فالمشكلة أنت أوضح بعيد عن هالنظر وشوف مين المشكلة. المشكلة هي حماس تستخدم الإسرائيل الفلسطينيين دروع بشرية أمام إسرائيل علشان تطلع عويل العالم، قتلوا أطفال، قتلوا نساء. ليش ما نسمع قتلوا إرهابيين بس بنفهم؟ يضرب الصاروخ، فاهمه، يضرب الصاروخ ويهرب. صاروخ يضربه بعد 2-3 يلا ما يجرب، يضرب الصاروخ ويهرب مدينة تانية، ضرب صاروخ وهرب مدينة تانية. سيارات عندهم ومش عارف مين عندهم، موترات وترسيكلات، ويتهربون من منطقة لمنطقة حاملين صواريخ ومشون بالشوارع. يضرب منا ويضرب منا علشان حماس تجي تضرب الأماكن، إسرائيل تجي تضرب الأماكن ضربتها منها حماس، وهذه الأماكن هي في وسط غزة، ويموت الغزاوي ومات وطلع العوي. ما هي عملتكم هاي؟ ما هو ما في دولة ثابتة بإيدكم. نعم كله بإيدهم، ما حد ضد حماس. إذا حماس عملت دولة، معلمهم موجود ودولة. أين واضعين مركز الاستخبارات اللي فيصل اليميني يسمونه، اللي هو تبع حماس؟ أين وضعوه؟ وضعوه في برج فلسطين، برج فلسطين وناس مدنيين سكنيين شقق. الشقق لازم يقول له مش ممكن تحط لك مكتب سياسي. المكتب السياسي يكون في أمور الدولة، مكان المكاتب السياسية. ما دامك ممكن تشتري طابق أو تأجر طابق وتحط المكتب بمكتب الاستخبارات مالتك، لا تحطه بس المواطنين. وجت إسرائيل، على فكرة إسرائيل جت خبرت المبنى، هذا المبنى لازم يدمر، طلعوا من المبنى بجماعة إرهابيين. تخيلي الإرهابيين سمعوا وطلعوا، والفلسطينيين ما بدهم يطلعوا، ما نترك بيوتنا، نموت بيوتنا، ما حد يرك بيتك، ما حد طلب بيتك يا أخي، بيتك إليك. بس في ناس إرهابيين يجب أن نقتلهم، قتلوا أطفالنا، قتلوا أولادنا، قتلوا نسائنا. ما الفلسطيني مش ما عايزين يفهمون. فكرة واضحة، حماس تستخدم الإسرائيليين المساكين الأبرياء دروع بشرية علشان تطلع عوي العالم والتبرعات. شوف الفلوس وين تروح، القطر. شوف على فكرة تركيا دلوقتي عايش على الموضوع، مليارات الدولارات تصرف في البنوك التركية الآن. تركيا تاخذ ضريبه، مش لعبه. اردوغان ما بيغشمر، يعني ما بيلعب، ياخذ ضريبه من كل فلوس اللي تدخل وكل فلوس اللي تخرج. كمان بنوك تركيا تاخذ ضريبه عاليه جدا، مليارات الدولارات اللي يوميا توصل الى عقدات حماس اللي هم في تركيا. طيب والمسلم المسكين اولاده بيحاربوا، يده مقطوعه ورجله مقطوعه. السلام المسيح اخ كريم، سلام المسيح. تفضل اخي كريم. انا بدي اسال سؤال، مين اللي انتخب حماس؟ مين اللي انتخب؟ أليسوا فلسطينيين؟ حسب أنا التقارير اللي شفتها 53% من الفلسطينيين انتخبوا حماس. تمام؟ إذا كانت مقاومة وطنية، لماذا يربطون اسم المقاومة الوطنية بالإسلام؟ تمام؟ أنا قرأت عن حماس، هي مقاومة وطنية إسلامية، منهجها دستورها هو القرآن، تمام؟ وقدوتها هو محمد. أنا إذا عندي قضية وطنية لماذا أربطها بالدين؟ هذه المسألة عندها جذور أخي، جذور من محمد اللي كان بيكره اليهود، ونعرف قصة خيبر وبني قريظة، تمام؟ والحديث اللي قال لن يبقى في الجزيرة إلا الإسلام دينا.
فاحنا ليش يعني بنفكر؟ وبعدين انتم مثلا هذه لما راحوا هذه المنظمه الارهابيه اللي انتم تقولوا الحركه المنظمه الارهابيه حماس تقولوا ما تمثلنا، ليش الفلسطينيين طلعتوا توزعون حلويات وتهلهلوا عشان عم يقتلوا الابرياء والاطفال والرضع والنسوان؟ ليش هلهلتوا اذا حماس ما بتمثلكم؟ صح كلامي ولا لا؟ على الأقل الإسرائيليين عرفوا، لأنه هذول الحماس عم بيسكنوا بيناتكم بين المدنيين في المباني، أنذروكم قالوا لكم أخرجوا، لأنه حماس زي الفئران بتتخبى في العمارات السكنية تبع المدنيين، وأنتم عم تسمحوا لهم بهذا الشيء. يبقى شو بتعمل إسرائيل؟ من واجبها أن تضرب هذه الأماكن، وإذا ما تطلعون أنتم تتحملون النتيجة. لكن أنا لا أتوقع من إسرائيل بأنه عشان في مدنيين وهم مختبين بيناتكم تقف وتتفرج كيف حماس عم بتدمر المدن الإسرائيلية. هذا ليس من المنطق، وكل دولة عندها حق أن تدافع عن شعبها وعن أمان شعبها. فأنا أسألكم يا فلسطين، لماذا انتخبتم حماس بنسبة 53% إذا هم لا يمثلوكم؟ تفضل خلي واحد فلسطيني يجاوبني. سؤال منطقي أختي ليلى، سؤال منطقي. أنا عايز أوريك حاجة اللي هي في لازم أخذ الكاميرا، بس مش عارف كيف أقلب لكم الكاميرا. لحظة. طبعا أكبر جامعة إسلامية في غزة، هذه جامعة إسلامية، هذا بأشر عليها أنا، جامعة إسلامية في غزة، هذه جامعة تدرس إرهابيين، هذه ويكيبيديا، جامعة إسلامية في غزة، هاي درس إرهابيين هنا. هذه بيوت شغرة مدنية جنبها. هاي تكرر هنا مسلم اليهود، نعمة الله على اليهود والنصارى، واليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما بعرف إيش قصص محمد كلها. وهنا مدنيين، عندما يضرب صاروخ على هاي الجامعة تدمر كل هذه المدنيين. هذه المدنيين ما بيسمحون للجامعة هنا تكون موجودة. والجامعة نفسها ما لازم تعطي نفسها الحق أنها تكون في وسط المدنيين لأن تدرس إرهابيين، وهي من أكبر الجامعات الإسلامية. خرجت أكبر الإرهابيين للعالم مطلوبين دولياً حالياً، الدول الأمم المتحدة الآن تبحث عنهم. أكبر الإرهابيين تخرجوا من هذه الجامعة، معروفين إرهابيين خطيرين جداً. المشكلة هي المسلم لا يفهم هذه المواضيع. إحنا بالبيت وجانا صاروخ، طيب شو السبب الصاروخ اللي جاك بالبيت؟ في إرهاب، في هذه الجامعة تدرس كره اليهود، يا ما بدرس قرآن واتكره كره اليهود، وكيف ناخذ الأرض وكيف نخطط وكيف مش عارف مين وكيف ندخل بيهم وكيف نشتغل معهم وكيف نضرب أولادهم وكيف نضرب نساءهم. هذه المشاكل اللي موجودة الآن، المسلم لازم يعرف جذورها، في جذور للموضوع، الموضوع مش سهل. يعني الفلسطينيين الآن، وهذا موجود على الإنترنت ممكن تشوفونه، يعلمون أولادهم في هذه الجامعة. الجامعة معلش، إذا رجل إذا يدرس أو أخت مسلمة جت تدرس معها أطفال، تحط أطفالها فين؟ في قسم الأطفال في الجامعة. وبيعلمونهم، بيعطونا لعبة مش دمى يعني، ويعطونا سكين. هذا إسرائيلي، كيف تذبح الإسرائيلي؟ لعبة هيك دمى، حاط اللعبة طفل عمره 5 سنين، حاط اللعبة ويذبح بيها. هذا لعبة إسرائيلي، كيف تذبحها؟ كيف تغزها بالسكين؟ بهيك يعلمون أولادهم. شو يطلع لك خريج يعني، يطلع لك مهندس طيار يعني، مو يطلع من هاي الجامعه يصير هذا ويروح كل الاخرين ويضربوه. عندي سؤال واحد بس اخي كريم، اختي نوال، وبعدين انزل انا عشان اترك المجال لغيري. اسالكم بضميركم يا فلسطين، من الذي يمولكم بالوقود وبالمي وبالكهرباء؟ اليست اسرائيل؟ الا تدفع لكم اسرائيل اعتقد سنويا 2 مليار حسب التقرير اللي قريته ولا هيك شيء؟ مين عم بيمولكم بكل هذه الاشياء؟ حماس، ما اللي أسسوا حماس قاعدين في قطر وتركيا، وأنتوا عامليكم درع مدني بيتخبوا وراه بيخلوكم تنقتلون لأنهم جبناء. مين اللي بيعطيكم كهرباء؟ مين اللي مولكم بالماء؟ مين اللي بيعطيكم سنويا فلوس عشان تمشوا أمور غزة؟ وبدل ما تمشوا أمور غزة عم يأكلوها اللي أسسوا حماس، وقاعدين في تركيا وقاعدين في قطر في أفخر الهوتيلات، وأنتوا المساكين صرتوا أنتوا الضحية. تمام؟ اتجردوا من هذه الحركات الإرهابية، من هذا الدين اللي جعل الإرهاب في دمائكم، بيجري في عروقكم زي الدماء. كافي عاد،
مل العالم كله من هذا الإرهاب يا أخي. ما فيش منطقة يكون فيها مسلمين ما فيش فيها إرهاب. ما تعبتوا يعني؟ كافي عاد، تعبنا. أشكرك أختي ليلى، أشكرك. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك أختي نوال، وشكرا للأخ كريم، وربي يبارككم ويزيدكم نعمة فوق نعمة. سلام، الرب يكون معكم. أهلا وسهلا بك، شكرا. طيب أخويا كريم، إحنا بقي لنا تقريبا 5 دقائق على برنامجنا، إذا ما عندك يعني حماس لازم على الصورة عشان الأدلة تكون أكثر. حماس عندها مدرسة للأطفال، بتدرس الأطفال مثل ما تقولين كيف تقول عندهم قاعدة، ممكن تكون عندهم قاعدة بس هم مش عايزين قاعدة، هم عندهم مدرسة للأطفال اسمها أشبال الثار. لازم نأخذ الثار. منين تأخذ الثار عزيزي؟ من اليهود. درس الأطفال مدرسة ولا كتب، حاط المسجد الأقصى مدرسة، وهي هي حقيقية مش صورة فوتوشوب ولا هي على جلد الكتاب. مدرسة يدرسون مين؟ يدرسون من غزة، أهل غزة، أولاد غزة يروح يدرسون هنا. هذا بيده سكين، وهذا بيده بندقية، وهذا بيده يرمي حجر بها، مش عارف شو يسمونه. يدرسون أولادكم هيك. هذا الطفل اللي عنده 7 سنين 6 سنين 5 سنين يروح يدرس، اسمها أشبال الثار. أنتم الجيل الجديد لازم ندربكم علشان تقتلون. انت لازم ندربك علشان تحارب عن دولتك، مش تقتل داخل الدولة نفسها، مش تقتل الناس اللي ما تسكت في إسرائيل. طبعا بالتأكيد يعني إسرائيل بتحامل على أولادها وبيعلمونهم كره الآخرين وكيف تقرأ الآخرين وكيف وعلى فكرة أمور عملية كمان، أمور عملية. بيعطون الطفل دمى هيك لعبة يعني بيلا يذبحها بيلا سكين. طفل عنده 7 سنين، هذا إسرائيلي كيف تذبحها؟ كنوع من التدريب يعني. شايفين هنا شفناها كم مرة يعلمونا. هذا التدريب ندربهم من الآن علشان يكونوا إرهابيين. فهيك بتعلمكم حماس. حماس جماعة إرهابية. على الفلسطينيين، وهذه آخر كلمة، على الفلسطينيين ثورة قوية جدا لإخراج حماس. تحاربون إسرائيل، تطلعوا من برا من بلدنا، برا من منطقتنا. حاربوا إسرائيل عشان إسرائيل تخصبكم وانتم تغصبون إسرائيل. لا تدخلون داخل المدن الآمنة. لو دخلتوا داخل المدن طيارات ما بتعرف. طيارة منين ما يجي مصدر الصاروخ ترجع عليه بصاروخ تاني، والصاروخ عندما يسقط داخل المدنيين، وهذا راح تكون جرائم. وليش احنا بنتكلم على فلسطين واطفال فلسطين واطفال اسرائيل لما ما حد يتكلم عليه؟ لم نجد مسلم يتكلم عليه. في اسرائيل ايضا سقطوا اطفال كثيرين جدا، ونساء ورجال وشباب، ومش بقاعد ناس كمان ومواطنين اسرائيليين عادي ما لهم ما يدعوا. مس الكنيسه كمان وقع عليها صاروخ وتهدمت، وفي قسمات بالكنيسه ما شفنا مسيحي يضل يصرخ بالشارع يعني. قال لك ما حالة حرب. كنيسة كمان تهدم في فلسطين. واللي ضربوا إسرائيليين. مش فرحانين بالكنيسة انهدمت ولا فرحانين الكنيسة. بس هذه حالة حرب. لأن من جنب الكنيسة مسلمين ضربوا صواريخ. لازم الوضع يكون مفهوم معروف يعني. في غس مسيحي مات. في ناس مسيحيين ماتوا راح يصلون بالكنيسة. وناس مسيحيين ما لهم دعوة لا بدي ولا بدي. بس ماتوا. حالة حرب موجود. فلازم تفهم حالة الحرب، لا تفهم عن إسرائيل بس تفهم حالة الحرب. هذه لأن المقاومة بيتخبوا بالمباني الدينية، كنائس أو مساجد أيضا. تضربهم إسرائيل لا حق تحامي عن بلدها، تحامي عن مواطنين. عموما يعني إحنا الحقيقة الآن في وضع إنساني غير إنساني، وضع غير إنساني من كلا. طيب كنايسنا بصلي لأجل هذا الموضوع للدولتين، بنصلي ليل ونهار يعني. كنايسنا بصلي كل جماعتنا موجودة الصلاة، ما عندنا غير الصلاة. بس الأمر واضح، هي حماس تستخدم الإسرائيليين دروع بشرية لكي تأخذ بهم تبرعات. على أي حال أخي كريم، أنا بشكرك من أجل العرض ده حضرتك عرضته. وربما يعني هناك من التعليقات، ربما إذا تريد أنك تعلق على مقولة برضو أخونا اللي هو من فلسطين كاتب، من الذي دمر العراق؟ أليس هم دول الحلفاء الصليبيين؟ دائما تأتي الأمر، ويعني عبارات معينة تستخدم. عموما احنا بنتكلم عن أبرياء غزة، وبالتأكيد طبعا شعب العراق ذاق الويلات وما زال يعاني من ويلات الحروب اللي راح عدى بيها.
طيب أخويا كريم، لو عند حضرتك كلمة أخيرة قبل ما احنا وصلنا إلى نهاية وقت حلقتنا الآن، لو كلمة أخيرة قبل ما نترك البث. شكرا لك نوال، رب يعطيك الصحة والسلامة. وحبايبنا أيضا احنا تكلمنا على غزة وعلى فلسطين، احنا كمسيحيين ضد القتل والقتال من أي جانب. احنا كمسيحيين عندنا وصية، وصية الرب يسوع المسيح، والوصية موجودة بالعهد القديم: لا تقتل، لا تغاوم الشر بالشر. احنا بنصلي من أجل هذا الموضوع، بس يجب أنك تفهم الحكاية قبل لا تدين. لا تدين لا إسرائيل ولا تدين فلسطين، يجب أنك تعرف الحكاية. فلسطين تحارب من؟ وإسرائيل تحارب من؟ إسرائيل تحارب ناس ما عندهم دولة، هم هربانين بالبيوت. هذه المشكلة اللي راح تقع على البيوت. وإسرائيل تتأسف الآن دائما، بس يقول ما عندنا شارة، ما عندنا حل، ماذا نعمل؟ أطفالنا يموتون ومدارسنا تهدم وصواريخ تجينا وما نقدر نرد عليه. يجب أن نرد علشان الفلسطينيين يعرفون الحقيقة وين، ويطردون الإرهابيين. على الفلسطينيين أن يطردون الإرهابيين من بيوتهم. لو طردت الإرهابيين حماس يروحون مش خارج الدولة، لا داخل الدولة، طردوهم شوي بعيد، خلوكم قاعدة، حاربوا إسرائيل. لا تحاربونها من داخل البيوت، لأن تحارب دولة من داخل بيتي، هذه الدولة راح تضرب بيتي. هيك افهموها، بسيط الموضوع يعني. والرب يبارككم ويعطيكم الصحة والسلامة. شكرا لك نوال. أشكرك أخويا كريم. أحباء المشاهدين، احنا بنشكركم، نشكر كل شخص تابع معنا اليوم. احنا من منبر الأرامية بنصلي إنه العناية الإلهية والسماء تتدخل، إنه تقف هذه الحروب وهذه وسفك الدماء من جانب الطرفين. الأمر المؤلم إنه هناك إنسانية، ليس هناك الإنسان ليس له صوت الآن. الله خلق الإنسان كي يعيش، كي يحيا، وليس كي ليس فقط أن يقتل أخيه في الإنسانية، لكن صار يقتل نفسه أيضا، وهذا ضد فكر الله من البداية. الله خلق الإنسان كي يعيش. إحنا بنصلي من أجل كل هذه الظروف، عينينا مرفوعة نحو السماء. أنا بشكر أخويا كريم اللي من كل قلبه بيخدم، من كل قلبه بيتكلم بصوت الحق الإلهي اللي هو عايشه في حياته، بعد ما نور الرب يسوع المسيح أنار في حياته وغير حياته. أنا بشكرك شكر جزيل أخي كريم. كل الأحباء، يا ريت أنت حتى لو بتشاهدنا الآن شارك البث ده مع أكبر عدد، علشان الحلقة كانت هامة جدا. شكرا جزيلا لكم، لكل متابعيكم. أفكركم أنه دعمكم أيضا لهذه البرامج ولقناة الأرامية هام جدا، خاصة في هذا الوقت اللي بنعيشه الآن. تصل رسالة الحق لكل شخص بيبحث عن الحق. أخونا إخواتنا اللي عايشين في فلسطين واللي بيتابعونا الآن، أنتوا في صلاتنا وأنتوا محميين، وبالتأكيد هناك صلوات مرفوعة حتى تقف هذه الحرب من كلا الطرفين في أسرع وقت ممكن. أخويا كريم، إن شاء الله نلتقيك ونلتقي كل المشاهدين في مثل هذا الموعد على شاشة الآرامية من كل يوم جمعة الساعة 3 مساء بتوقيت شرق أمريكا، 10 مساء توقيت بغداد وتوقيت القاهرة. شكرا لكم. الحقيقة أيضا أحب أنوه أنه إحنا بنتلقى كل تبرعاتكم. ممكن أيضا أنكم تتصلوا بنا لأي شخص يحب أن هو يتابع كيف أن هو يتبرع لهذه القناة واستمرار هذه البرامج. الحقيقة ورقم التليفون للاتصال هو 248-416-1300. شكرا لمحبتكم، نترككم في بال البركة. شكرا أخوي كريم. شكرا جزيلا.